بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير. ضيوفنا النهاردة في الجزء الثاني من هذه الحلقة كابتن محمد حشيش والأستاذ عصام شلتوت والكابتن أحمد فوزي والأستاذ خالد الإتربي. هنفتح ملفات كثيرة هنتكلم فيها وهنتناقش، علشان من الناحية الفنية طبعا، عشان مباراة بكرة أمام سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم. وزي ما قلت لحضراتكم، خلال ساعات ستنطلق هذه المواجهة، مواجهة الحسم. هنرجع نتكلم مع حضراتكم ونقول نفس الكلام اللي كنا بنقوله من أسبوع أو قبل بداية المباراة السابقة يوم الجمعة اللي فاتت. قلت لحضراتكم أن هذه المباراة ليست مواجهة سهلة، هناك فروق فنية واضحة جدا لصالح النادي الأهلي، ولكن في النهاية كرة القدم. لازم أقول لحضراتكم كل هذه الأمور لأنه في الملعب الأمور بتبقى مختلفة. في الملعب لا أحد ينظر إلى الفروق الفنية، في الملعب الموضوع بيتحسم بمواجهات فردية جوه الملعب ومواجهات تكتيكية من خارج الملعب من خلال الاثنين مديرين فنيين، وفي نفس الوقت بعد نهاية المباراة الملعب بيحسب نتيجة المباراة. لا أحد ينظر إن ده النادي الأهلي صاحب التاريخ الكبير والكلام ده كله، لا. الملعب ال11 اللي بيلعبوا ضد ال11، كيف يستطيع كولر أن يفوز على المدير الفني لنادي سيمبا التنزاني في هذه المواجهة الصعبة؟ مرة تانية بقول إنها مواجهة صعبة على الرغم من الفروق الفردية والفروق الفنية الواضحة جدا ما بين النادي الأهلي وهذا الفريق. إن شاء الله بكرة نستطيع أن نحسم التأهل إلى نصف النهائي لهذه النسخة، النسخة الأولى من بطولة الدوري الإفريقي، بعدما تعادل النادي الأهلي ذهابا في تنزانيا مع سيمبا على أرضه ووسط جماهيره بنتيجة إيجابية 2-2. ما أعرفش ليه الناس بتتكلم تقولك النتيجة دي مش كويسة. هذه النتيجة من وجهة نظري نتيجة جيدة، لأنه من الملاعب اللي لم يفز فيها النادي الأهلي، أو دايما كنا بنتغلب في هذا الملعب. ان انت تلعب وتلعب بهذا الشكل على الاقل في الشوط الاول، اعتقد ان هي نتيجه جيده جدا. عندنا مجموعه اللعيبه اللي موجوده بكره ان شاء الله الساعه 5 على استاد القاهره هتقام المباراه الثانيه، مباراه الاياب. فعندنا مجموعه اللعيبه اللي موجوده ان شاء الله تستطيع ان تفوز على هذا الفريق، هذا الفريق المجتهد، هذا الفريق الجيد. النادي الأهلي بيسعى لكتابة تاريخ جديد لهذه البطولة، وفي هذه البطولة بالمناسبة وكالعادة قلوبنا مع أشقائنا في فلسطين، ولا تزال مواقف النادي الأهلي ومجلس إدارته ولاعبيه وجماهيره مستمرة دائما لدعم الأشقاء، لأنه أعلنت إدارة النادي عن وجود 6 سيارات من وزارة الصحة أمام بوابات استاد القاهرة زي ما حضراتكم شايفين صباح غد الثلاثاء للتبرع بالدم للأشقاء في فلسطين. وجاء ذلك بناء على طلب النادي الأهلي الذي تقدم به إلى وزارة الصحة قبل أيام لتخصيص عددا من السيارات أو عددا من سيارات التبرع بالدم حتى تقوم جماهير النادي الأهلي التي ستتواجد في مباراة العودة أمام سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي بالتبرع. وبالفعل أرسلت وزارة الصحة الموافقة أمس، وأكدت على وجود السيارات المشار إليها لإتاحة الفرصة للراغبين من جماهير النادي الأهلي في التبرع للأشقاء ومساندتهم حتى يستعيدوا حقوقهم الشرعية. كمان النهارده كان الاجتماع الفني لهذه المباراه، مباراه النادي الاهلي امام سيمبا التنزاني، لعقد بحضور مندوبي الناديين وممثلي الاتحاد الافريقي. وحضر الاجتماع ممثلا عن النادي الاهلي كابتن سمير عدلي المدير الاداري وكابتن وائل محمد اداري الفريق. واسفر الاجتماع عن ارتداء النادي الاهلي زيه التقليدي المكون من القميص الاحمر والشورت الابيض والشراب الحمر الاحمر، الطقم اللي حضراتكم شايفينه، ويرتدي محمد او حارس المرمى طاقم الاصفر، فيما يرتدي سيمبا الطاقم الازرق كاملا والحارس الزي البرتقالي. ناقش الحضور كافة الامور الادارية والتنظيمية الخاصة بمباراة غدا، وأيضا
تم نقاش على موعد وصول الفريقين إلى ملعب المباراة وبداية التسخين، أمور كثيرة جدا بيتم، أو كل الأمور الحقيقة بيتم مناقشتها في الاجتماع الفني. الأهلي عمل نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب رغم إهدار العديد من الفرص، يعني كان ممكن جدا في هذه المباراة، المباراة الأولى، أن أنا أقدر أكسب 1 و2 و3 و4 4 أهداف أو 5 أهداف ضائعة. كهربا مضيع 2، بيرسيتاو مضيع 1، كل اللي يعني 3-4 اللي قدام، صلاح محسن مضيع 2 في الآخر، الحقيقة برضو كان ممكن جدا يخش بيهم فورمة تاني صلاح محسن. ولكن في النهاية بالنسبة لنا عندما تنظر إلى هذا الأمر يجب أن تنظر إلى الجانب الإيجابي. أنا دايما من خلال وجودنا في قناة الأهلي دايما بقول حاجة، لازم لما أبص على الناحية الإيجابية. هل ده معناه أن مفيش سلبيات؟ في سلبيات، ولكن وهنصلحها، أو مش أنا اللي بصلحها، كولر نفسه اللي بيصلحها. ولكن دايما لما بنيجي ننظر بننظر للنواحي الإيجابية اللي موجودة. فمثلا تلاقي كثير من النواحي الإيجابية في هذه المباراة. أنت رحت كم مرة خارج أرضك ان انت تقدر تجيب هدف واثنين وثلاثة واربعة؟ صنعت فرص، هدفت، سجلت 2 بالفعل، صنعت كم فرصة؟ الجانب السلبي اللي هو اضاعة الفرص، ولكن الجانب الايجابي ان انا رحت 3 أو 4 أو 5 مرات للحارس نادي سيمبا وقدرت اجيب فيهم جون واثنين. لازم نبص لهذا الامر. اللي يقلق ان انت ما توصلش للمرمى وما تعرفش تحرز اهداف. خلي بال حضراتكم، دايما الانديه المصريه كلها تحديدا عندنا مشكله بتحصل في لما بتلعب بره مصر، بتحاول تقف وتدافع وما تعملش حاجه غير ان انت تقف وتدافع يعني ايه، واقفل الملعب كويس عشان ما يخشش فيها اهداف. دي الطريقه اللي كان بيلعب بيها، يمكن ايام جوزيه الموضوع كان مختلف شويه، لكن قبل كده وبعد كده كان عندنا نفس الشكل ده. احنا بنقفل كويس وبنعتمد دايما ان النادي الاهلي تحديدا كمان بيعتمد ان هو بيلعب هنا مبارياته وبيحاول يكسب بأكبر عدد من الأهداف، وكمان إن احنا نكسب بره. يعني يمكن من الأيام الكويسة جدا أو المباريات اللي اتلعبت بره القاهرة وقدرنا نفوز بيها مباراة الصفاقسي. مباراة الصفاقسي دليل كبير جدا جدا كيفية استطاعة إدارة المباراة. المدير الفني له دور كبير جدا جدا في مثل هذه الأمور. مباراة الإياب مش سهل، مباراة صعبة، ولا بد من التركيز واستغلال كل الفرص المتاحة لتحقيق الفوز المريح، وفي نفس الوقت عدم استقبال أهداف. ما ينفعش يخش فيك جوان، ما ينفعش يخش فيك جوان، لأنه كل ما هيخش فيك جون كل ما هتبقى مضطر تزود عدد أهدافك أكتر. أنا نفسي طبعا نكسب 2 و3 و4 و5 من بدري عشان نريح الجمهور اللي هيكون موجود ان شاء الله في هذه المباراه. وايضا عايز اقول لحضراتكم ان لجنه الحكام بالاتحاد الافريقي اختارت الحكم الكونغولي جاك نادالا لاداره مباراه الاهلي مع سيمبا التنزاني. ماشي، نادالا طبعا من الاسماء الجيده، واختارت لجنة الحكام على تقنية الفيديو الحكم المغربي عادل زوران والحكام المساعدون دوس سانتوس الأنغولي ومارينجولا من موزمبيق. إذن أتمنى أن يكون طاقم التحكيم موفق وليس كما رأينا. الحقيقة كنت قاعد بتفرج من شوية على برنامج ملك وكتابة وشفت الكابتن جهاد جريشة وشفت الكابتن كل الكباتن كابتن توفيق السيد وكل الكباتن اللي موجودين وكابتن ياسر عبد الرؤوف خبراءنا في التحكيم في قنوات أخرى وفي مواقع رياضية اتكلموا قالوا أن ركلة الجزاء أو ضرب الجزاء صحيحة 100% للنادي الأهلي. فنتمنى أن احنا نشوف مثل هذا الأمر خلال أو نشوف عدالة تحكيمية حتى في هذه المباراة. خلونا نطلع نشوف تقريرنا الأول في هذه الحلقة وهنتكلم عن التاريخ، وأن التاريخ بينحاز دائما للنادي الأهلي أمام سيمبا في القاهرة. هنطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى. النهاردة كان المؤتمر الصحفي لمباراة النادي الأهلي وسيمبا التنزاني. مارسيل كولر قال كلام مهم، وايضا محمد الشناوي الحقيقه ايضا قال كلام مهم وتكلموا مع وسائل الاعلام عن هذا اللقاء. خلونا نطلع نشوف جانب من المؤتمر الصحفي ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم مره اخرى.
احنا سعداء جدا بماتش العوده، سعداء بالاجواء، سعداء ان احنا بكره ان شاء الله الاستاد هيبقى مليان وان احنا عندنا دعم كبير من جماهيرنا بكره ان شاء الله. الماتش الاولاني كان الشوط الاول احنا قدمنا فيه مباراه كبيره جدا، اضعنا فرص كتير جدا، للاسف ما احرزناش عدد كافي من الاهداف في الشوط الاولاني كان ممكن تخلي الماتش شكل مختلف تماما. الشوط الثاني قدر سيمبا ان هو يرجع، احنا كمان تراجعنا جدا، ما بقاش عندنا ثقه في ان احنا نلعب لقدام او ان احنا مش عايزين نلعب لقدام كتير، وده ما كانش كويس، لكن سمحنا لسيمبا ان هو يرجع للمباراه وجاب جونين. حظنا كان كويس ان احنا جبنا جون سريعا قدرنا نتعادل بيه وقضعنا بعض الفرص في الشوط الثاني، لكن في المجمل النتيجه طبعا بالنسبه لنا تعتبر في مصلحتنا نتيجه ايجابيه الى حد ما، لكن احنا هدفنا دايما الفوز، هدفنا الاساسي طبعا بكره هو ان شاء الله التاهل، احنا جاهزين لمباراه بكره باذن الله وان شاء الله نقدم مباراه كويسه وان احنا نتاهل وده هدفنا الاساسي دلوقتي. كنت في زايت هتميه احنا طبعا ما كانش الوقت كافي بالقدر المأمول، يعني احنا بنتكلم في 4 ايام بس بين الماتشين، منهم يومين بيبقوا لازم استشفى لان اللعيبه اللي شاركت في المباراه الاولى محتاجه وقت عشان تقدر ترجع بدنيا تاني تقدر تشارك، فاحنا تقريبا النهارده اول تمرين هيبقى فيها الفريق كله بيتمرن مع بعض، فهنحاول النهارده ان شاء الله نتكلم في التفاصيل الحاجات اللي احنا عايزين نشوفها وبنأمل ان احنا نشوفها ان شاء الله في ماتش بكره. بالنسبه لمودست فهو قدر يشارك امبارح لاول مره في التمرين مره ثانيه، وهنشوف النهارده حالته عامله ازاي، هل هو ده كافي ان هو يقدر يبقى موجود ولا لا. منع مشاركه التمرين امبارح بشكل عادي جدا. Ja, also grundsätzlich ist mal so, dass wir واحنا لازم نعترف ان احنا عندنا في النادي الاهلي قائمه لعيبه كبيره، احنا بنتكلم في حوالي 32 لاعب بالحراس، عندنا ماتشات كبيره كتير جدا السنه دي، احنا هنعدي غالبا ال 60 مباراه، عندنا اللعيبه الدوليه كمان بتلعب ماتشات فوق ده كمان، فانا مؤمن جدا بسياسه التدوير. التدوير معناه بالنسبه لي ان انا عندي 32 لعيب، 32 لعيب عندي زي بعض، انا ما عنديش اصلا فكره تشكيل اساسي، المفهوم ده مش عندي، اللعيبه كلها عندي زي بعض. الدوري السوبر الافريقي فيه احسن 8 فرق في افريقيا، فالفرق كلها قويه، الفرق كلها مستوياتها متقاربه. يمكن احنا حظنا كان في فريق صعب شويه لان تاريخ الاهلي في تنزانيا مش احسن حاجه، وتعتبر نتيجه 2-2 دي من افضل النتائج الاهلي حققها اصلا في تنزانيا، حتى لو احنا مش راضيين قوي عن النتيجه، لكن احنا عارفين ان احنا بكره لازم نقدم مباراه مختلفه تماما. اكيد طبعا هيبقى نفس الكلام الكوتش قاله، طبعا احنا المباراه الاولانيه طبعا احنا رجعنا بنتيجه بالنسبه لنا ايجابيه، وهو بالنسبه لنا شوط اولاني، احنا عندنا الشوط الثاني دلوقتي هنا في مصر في وسط جمهورنا في وسط ملعبنا، احنا عارفين المباراه صعبه بس احنا في الاول وفي الاخر احنا مستعدين بشكل كويس جدا للمباراه، وان شاء الله يعني نتاهل بكره ان شاء الله. تباتن الفرق اللي موجوده، يعني مش انا لوحدي اللي ببقى موجود بتكلم مع الفرق، احنا ماشيين بقالنا سنه سيستم معين مع الكوتش، يعني احنا كلنا بنتكلم مع بعض، حتى الجهاز الفني بيبقى موجود معانا وبيتكلم معانا، احنا بنشتغل بس وبنفكر بس في الماتش اللي جاي عندنا، ما بنفكرش في الماتش اللي بعديه، ده الفتره اللي فاتت احنا بنتكلم فيها يعني على طول. اللعيبه اللي موجوده عارفه اهميه البطوله وعارفه ان دي اول مره تتلعب في افريقيا وعارفه اهميه البطوله وعارفه اهميه المباراه وعارفه ان احنا بنلعب في وسط جمهورنا وعارفين الكلام ده كويس. احنا الفتره اللي فاتت ما بنتكلمش كتير عشان خلاص احنا بقالنا سنه مع بعض مع الكوتش وعارفين السيستم ماشي ازاي، وكل واحد عارف شغله، كل واحد عارف هو بيعمل ايه، وبرده يعني اللعيبه عارفه اهميه المباراه يعني. طيب وصلنا لفقره حائط صد. عايز اسال حضراتكم سؤال، احنا بكره هنلاعب مين؟ هنلاعب سيمبا، مش هنلاعب سان داونز. ارجو من كل الناس اهلاويه وغير اهلاويه، لكل الناس اللي بتحاول تودينا في هذا الاتجاه، اللعيبه بتاعتنا مش مركزه غير في حاجه واحده فقط، اللعيبه بتاعتنا مركزه في مباراه بكره، في مباراه سيمبا التنزاني. انا ما بفكرش في سان داونز، انا ما اعرفش انا هطلع هوصل ولا مش هوصل، ما اعرفش لما اواجه بكره سان داونز، مع ان انا عامل نتيجه ايجابيه في تنزانيا 2-2 زي ما سمعتوا كولر وكابتن وشناوي، ولكن في نفس الوقت زي ما قلت لحضراتكم، هتقول لي يا عم اسلام انت كل شويه تقعد تقول لنا الكلمتين دول، اقول لك اه لانه صدقوني هي ماتش صعب مش ماتش سهل، مش عايز حد يفكر في اللي جاي،
مش عايز حد يفكر في اللي هيحصل في مباراه سان داونز. هو مين اللي هيلعب في ماتش سان داونز؟ الناس بتسالني من ساعه ما تعادلنا هناك 2-2، كل ما حد يشوفني يقول لي الله، طب هو يا كابتن فكرك هيقدر يلعب مين فين؟ يعني منعم هيلعب ولا مش هيلعب في ماتش سان داونز؟ سان داونز ازاي يا جماعه وانا لسه ما خلصتش مباراه سيمبا؟ ارجو ارجو ان ما يبقاش في كلام في هذا الامر. احنا عندنا اقل من 24 ساعه، يجب ان يكون هناك مسانده كبيره جدا جدا لفريقنا. ان شاء الله بكره الجمهور يبقى مالي الملعب على قد السعه الرسميه اللي تم السماح بيها. ارجو ان يكون الجمهور متواجد ونعمل حاجه واحده بس، نشجع بلدنا ونشجع القياده اللي في بلدنا علشان اللي بيحصل في فلسطين، ونقف مع اخواتنا في فلسطين، وفي نفس الوقت نشجع فريقنا ونقف مع فريقنا، لا ننظر لأي شيء آخر. دي وجهة نظري طبعا، أنا ما بفرضش وجهة نظري على حد، ولكن دي وجهة نظري اللي أنا شايف إن هي محدش يفكر يقول لي ماتش سان داونز إيه يا جماعة؟ لسه ما أنا معرفش مين اللي سان داونز كسبان 2-0، وبقول لحضرتك آه طبعا بنسبة كبيرة جدا وصل للدور نصف النهائي في هذه البطولة، ولكن كرة القدم معرفش إيه اللي ممكن يحصل فيها. اللي اتفرج على ماتش سان داونز وبترو أتلتيكو اللي كان في أنجولا الماتش اللي فات، كان من يومين، الشوط الاولاني بترو اتلتيكو يكسب سان داونز 4-0، والله العظيم 3 زي ما بقول لحضراتكم كده، 4 اللي اتفرج على الماتش. الشوط الثاني الكره جت لصالح سان داونز وقدر يجيب هدفين. فمن فضل حضراتكم خلينا نركز في ماتشنا، خلينا نركز في مباراه سيمبا لان هي الاهم دلوقتي، ما نبصش لحاجه اخرى. امبارح هروح لموضوع ثاني استكمالا اللي اتكلمنا فيه امبارح، نفس الفقرة اللي أنا اتكلمت فيها مع حضراتكم امبارح هنا عن أن العلاقات الطيبة والاحترام المتبادل بين جميع الأندية، واللي دايما هو سمة النادي الأهلي وسمة رئيس النادي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وسمة أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي. كابتن محمود الخطيب هيفضل الضامن الوحيد، مجلس إدارة النادي الأهلي هيفضل الضامن الوحيد لاستقرار الرياضة والكرة المصرية، وإن شاء الله ده اللي هينعكس، أو هذه العلاقات الطيبة هتنعكس على المدرجات وعلى الوسط الرياضي. وده اللي أنا قلته امبارح. الحقيقة بعد الحلقة في البيت الكبير كان في حوار لرئيس نادي الزمالك الجديد كابتن حسين لبيب. كابتن حسين اتكلم فيه مع الإعلامي الكبير الأستاذ أحمد موسى، واتكلم فيه عن نفس الفكر، عن نفس المضمون اللي هو اتطرح امبارح في حائط صد. واتكلم كابتن حسين عن انه هيرد على التهنئه اللي قدمها مجلس اداره النادي الاهلي لمجلس اداره نادي الزمالك بشكل رسمي بمجرد استلام النادي للتهنئه النادي الاهلي. ولكن في نقطه كمان طرحها استوقفتني، يعني كابتن حسين طرح فكره انه هيعمل بروتوكولات مع الانديه وعلى راسها النادي الاهلي، وذكر العديد من الانديه الاخرى عشان تصفيه التعصب في الوسط الرياضي اللي كان بسبب مراحل سابقة، وكلنا مقتنعين بهذا الكلام. أنا بس عندي تعليق بسيط في موضوع البروتوكولات، لأنه موضوع البروتوكولات تحديدا ده أمر يخص مجالس الإدارات، ده طبيعي جدا مش هتكلم أنا عنه، لكن الفكرة رائعة، خاصة بعودة الروح الرياضية والتنافس الشريف في إطار الرياضة وليس أي شيء آخر بعيدا عن الرياضة. في تقديري الشخصي بيبدأ من الكلام اللي اتطرح امبارح هنا في البيت الكبير، الاحترام المتبادل في علاقة الأندية ببعض، في علاقات الأندية كلها ببعضها هو أساس نبذ التعصب. الموضوع مش محتاج بروتوكولات ومش محتاج رسميات، لكن محتاج إن اللي حضرتك قلته بنفسك في أول ظهور إعلامي إن الاحترام المتبادل وثقافة التنافس الرياضي بعيدا عن أي تجاوز للحدود، لانه في النهايه انا بلعب كوره او بلعب رياضه، كل واحد وشطارته وفي كل الاتجاهات. يعني انا بشوف ان مفيش حاجه اسمها، انا اسف جدا، في سوق الانتقالات مثلا مفيش حاجه اسمها ما ينفعش اخد لعيب من الزمالك، او ما ينفعش اخد لعيب بلاش من بيراميدز، ما ينفعش اخد لعيب طالما انا عايزه. لو لعيب بيلعب في ريال مدريد وعندي المقدره ان انا اجيبه، يعني طبعا مع الفارق اقصد، يعني لا اقصد شيء، ولكن لو عندي لعيب بيلعب في احسن انديه العالم وعندي المقدره الماديه ان انا اجيبه والمدرب بتاعي عايزه هجيبه.
بيلعب في الزمالك، بيلعب في بيراميدز، بيلعب في فيوتشر، بيلعب في الاسماعيلي، بيلعب، هجيبه طالما عايز اجيبه وطالما يحق للنادي الاهلي ان يتفاوض معاه. انا في الحاجات اللي زي دي ما اقدرش اقول لك اصله لا اصله ده جاي من الزمالك فما لا ينفع. ما ينفعش ليه؟ وعلى الجانب الاخر لو حد يقدر يعمل مع النادي الاهلي كده اتفضل. هو ده الفارق، طالما في اطار اللوائح والقوانين طبعا والتوقيتات الرسميه واحترام العقود واحترام المتبادل ما بين ادارات الانديه. فاللي انا بقوله انا شخصيا طبعا ده رايي الشخصي بعيدا عن راي النادي الاهلي، طبعا النادي الاهلي له ما اعرفش، لكن اللي بقوله هنا ده رايي شخصي. رايي الشخصي في هذا الامر انه لا، لو في لعيب انا عايزه من الزمالك اروح اجيبه من الزمالك بمنتهى الاحترام والود وال يعني مش قصدي فيها، مش عارف اوصلها لحضراتكم ازاي، ولكن اللي اقصد اقوله انه طالما يحق للنادي الاهلي التفاوض مع اي لاعب في اي حته في العالم، بلاش الزمالك عشان بيعمل حساسيه شويه يعني للناس او في الكلام عن الزمالك، على الرغم من ان انا بحاول ان انا ابسط الامور على قد ما اقدر، لكن طالما الامور التعاقديه او ان انا اقدر اتفاوض مع اللاعب اتفاوض معاه واشتريه من اي حته. وجهه نظري بدون ما نخش في خناقات وبتاع والكلام ده كله، ولكن اللي اقدر اقوله ان هذه البدايه اللي احنا بنشوفها هي بداية مبشرة وكلام جميل ينتظر التطبيق الفعلي. وزي ما قلت لحضراتكم هي مش بالبروتوكولات أو الرسميات فقط، ولكن أن ينعكس هذا الاحترام المتبادل والتنافس الرياضي الشريف على كل المنظومة. زي ما قلت لحضراتكم امبارح هذا الإطار الرياضي والاحترام المتبادل بينعكس على المدرجات وعلى الإعلام وعلى كل الوسط الرياضي، لأنه النادي الأهلي هو الأكبر والأفضل والأعظم وكل شيء بالأرقام. أنا هنا بتكلم بالأرقام، والأكثر جماهيرية والأكثر استقرارا والأكثر كل حاجة النادي الأهلي، ونادي الزمالك هو جناح كرة القدم، نادي الإسماعيلي أيضا الضلع الثالث اللي دايما بنتكلم عنه، بقية الأندية الجماهيرية زي الاتحاد وزي المصري وزي اللي بقية الأندية بلدية المحلة، بقية الأندية الموجودة كلها الجماهيرية والغير جماهيرية، يجب أن يكون هناك دائما علاقات محترمة موجودة ما بين كل الأندية. أتمنى أن احنا ليه بنتك على هذا الأمر؟ لأن الأمر ده مهم جدا جدا جدا. نفسي أشوف هذه الحالة اللي احنا شايفينها ما بين المسؤولين، نفسي أشوفها كمان في المدرجات خلال الفترة القادمة. خلينا نروح لفقرتنا الثانية، فقرة بالعقل. عايز أتكلم مع حضراتكم في نقطتين. النقطة الأولى وأرجو أن إخواتي وأصدقائي الصحفيين أو اللي بيبقوا موجودين في المؤتمرات الصحفيين اللي بيبقوا موجودين في المؤتمرات الصحفية للمباريات، مثل هذه المؤتمرات ليست لإحراج المدربين واللاعبين، وجهة نظري، وليست للحديث عن مباريات سابقة. يعني ما ينفعش أروح وأنا بقول الكلام ده ليه؟ لأنه النهاردة أحد الصحفيين المحترمين حقه، لكن أنا بقول وجهة نظر، سأل الكابتن محمد الشناوي وقال له سؤال غريب جدا. قال له يا كابتن الشناوي أنت ماتش المنتخب كنت كويس جدا، كنت واحد من أفضل اللاعبين إن لم تكن الأفضل، تمام. قال له ليه الماتش اللي فات دخل فيه الجونين وكنت وحش؟ ايه اللي دخل الماتش المنتخب في الماتش اللي فات؟ عفوا، المؤتمر الصحفي اللي معمول عشان مباراه سيمبا بكره، مش عشان مباراه سيمبا السابقه ولا مباراه المنتخب اللي قبلها. محمد الشناوي واحد من افضل الحراس من وجهه نظري في الفتره الاخيره من بدايه الالفينات لغايه دلوقتي. السؤال مش هي دي الصيغة اللي ممكن حضرتك تسأل بيها الكلام ده، مش مصادرة على حق صحفي أو زميل إعلامي في أي مؤتمر صحفي، وإنه ولكن هو كلام في صميم المهنية وجهة نظري وقواعد العمل الإعلامي، بقوله لنفسي الأول قبل ما أقوله لأي حد تاني.
بقوله لنفسي الاول قبل ما اقوله لاي حد، محمد الشناوي هو حارس مصر الاول وحارس النادي الاهلي الاول وافضل لاعب داخل القاره الافريقيه، مش باختيار اسلام ده باختيار الكاف، وكمان واحد من افضل الشخصيات والعقليات اللي موجوده في كره القدم المصريه مش بس في النادي الاهلي، وبيحظى باحترام كبير وتقدير كبير من الاعلام. هل ده معناه ان انا ما انتقدش محمد الشناوي؟ في هذا البرنامج بننتقد محمد الشناوي، ولما بشوف محمد الشناوي بقول له الشناوي لو عنده أخطاء يعني بقول له شنو أنت عندك أخطاء كذا وكذا، والراجل بيتقبل مش مني، مني ومن كل الناس، لأنه هو مين اللي قال بيقول على الشناوي أفضل لعيبة؟ هو أفضل لاعب هو الجمهور. ومين اللي ساعات بينتقد برضو الشناوي؟ هو الجمهور. الجمهور دايما هو اللي بيحطك في السماء. فعشان كده أنا بشوف أن المؤتمرات الصحفية دي معمولة، يعني أنا رايح ألعب بكرة سيمبا، اسال في مباراه سيمبا، ممكن اسال المدير الفني، طب مش هيقول لي طبعا، ولكن اسال المدير الفني هتلاعب مين، طب المصابين اللي عندك اخبارهم ايه، طب انت يا شناوي عندكم الماتش اللي جاي بكره هتعمل فيه ايه، بتفكر في ازاي المباراه. انا لا اصادر على حق الصحفيين، ولكن وزي ما قلت انا بقول الكلام ده لنفسي ولزملائي اللي موجودين معايا في الاعداد قبل ما اقوله لاي حد اخر. دي اول نقطه. النقطه الثانيه وهي في استكمال الحقيقة حديثنا عن التحكيم، ولما باجي اتكلم يقعد يقول لك يا اسلام هو انت كل يوم بتتكلم عن التحكيم، على الرغم من ان النادي الاهلي ما بيلعبش في دلوقتي في الدوري بسبب الدوري الافريقي الممتاز. طيب خليني اقول لحضراتكم ان النادي الاسماعيلي اصدر بيان يحتج فيه على اداء حكم مباراته امام فاركو في الدوري، واتكلم نادي الاسماعيلي مش النادي الاهلي، اتكلم عن ضرورة تطوير التحكيم. طيب اهو امام حضراتكم، وقال النادي الاسماعيلي ان اللي لازم يدير مبارياته حكام دوليين أسوة بالانديه الكبرى، والنادي الاسماعيلي واحد من اكبر واهم الانديه في مصر. اهو امام حضراتكم. طيب بعد ما النادي الاسماعيلي مين تاني؟ كمان نادي المقاولين العرب ومدرب حراس مرمى كابتن طارق سليمان طلع في مداخلة تلفزيونية واتكلم عن الظلم التحكيمي اللي هو شايف ان فريقه تعرض له في مباراته امام زد اللي انتهت بالتعادل 3-3. هو من وجهة نظر الكابتن طارق بيقول ان في 3 كروت حمراء للاعبي زد والحكم ما خدش القرارات الصحيحة. يبقى لما نيجي نفتكر عندما تكلم النادي الاهلي واصدر بيان عن تطوير التحكيم، والناس قعدت تقول لك يا عم بقى كفايه بيانات بقى وكفايه الكلام اللي انتوا بتوع، مش بيقولوا كده من ساعتها كان بيتقال هذا الكلام؟ دلوقتي حتى الان نص انديه الدوري بتتكلم عن سوء التحكيم، والنص الثاني قادم خلال الايام القادمه. الاهلي كان موقفه سليم وبياناته سليمه من بدايه الموسم وكانت صحيحه وفي محلها بضرورة تطوير التحكيم المصري. استعرضت لحضراتكم موقف النادي الإسماعيلي اهو وموقف نادي المقاولين عشان بس نفتكر الكلام ده في بقية جولات الموسم. في بقية جولات الموسم. لأنه نحذر قبل ما الموسم بيبدأ. هتقول لي يا عم الموسم بدأ. هقول لك النادي الأهلي أصدر بيان قبل بداية الموسم. لأنه واضح. هل حضراتكم شايفين أي أن هناك أي تطوير في التحكيم؟ على الرغم من النادي الأهلي ما بيلعبش أهو، أنا بتكلم على 17 نادي الآخرين. هل حد شايف من جمهور الكرة في مصر أن احنا عندنا تحكيم جيد؟ عشان ما حدش يقول لي بعد كده أصل الأهلي بيشتكي لوحده، أصل الأهلي بيعمل لوحده. لا، على مدار الموسم هوري لحضراتكم خلال الايام القادمه لغايه مثلا مع نهايه الدور الاول، هتلاقي ال 17 18 النادي الاهلي يطلع بياناته خلاص، هتلاقي 17 نادي اللي جاي الباقيين مطلعين بياناته، تقولوا اهو احنا مع بعض وهنقول لحضراتكم ونشوف. ارجو ان يكون هناك تطوير للتحكيم على الارض وليس لمجرد الكلام، او ان انا اطلع في التلفزيون واقول والله والبس البدله والكرافات واقعد وابقى لطيف واقول لكم ايه ان شاء الله التطوير. هتلاقوا الحكم بيجري من هنا والحكم بيطلع لكم من تحت الارض وبيطلع وينزل لكم من في السماء، مش ده الكلام اللي بنسمعه؟ وما بنلاقيش اي حاجه، بنلاقي هي نفس الاخطاء. طرد كان يجب ان يتم
في احد المباريات، بلاش عشان ما بقاش بسلط الضوء على مباراه بعينها، في احد المباريات طرد واضحه مش محتاجه كلام، انت اديت ركله جزاء، ما تدي للاعب طرد ولا للحارس طرد، مش محتاجه كلام يعني، ما بتحصلش. في مباراه اخرى تحصل يديله طرد، ما بقيناش فاهمين هو مين الصح ومين الغلط، والله ما حدش فاهم هو ده بيعمل كده ليه، الحكم ده بيحسب الكره دي وهي هي نفس الكره وما بتتحسبش هنا الناحيه الثانيه في مباراه اخرى مع حكم تاني. اذا لا يوجد قياده بتحكي مع الحكام وتقول لهم ان احنا المسطره بتاعتنا في الاخطاء اهي، عايزين كلنا نمشي عليها. هتقول لي هو في مسطره في الاخطاء؟ هقول لك اه، ممكن الواحد هو بيعمل تاكلينج فايده بتبقى جنبه، في حكام والكره هو بيرفعها الباك ليفت بيعدي من الباك رايت وبيجي يرفع، فالباك رايت بيعمل تاكلينج فايده وراه جت في ايده، في حكام بتحسب الكره دي ضربه جزاء، في حكام اخرى بتحسبهاش. يجب ان يكون هناك اتفاق، والكره دي مكرره مليون مره في الماتشات الدوري، هي وفقا للقانون، انا بتكلم وفقا للقانون، لو القانون بيقول ان هي ضربه جزاء ما تحسب ضربه جزاء، لو القانون بيقول ان هي مش ضربه جزاء ما تحسبش ضربه جزاء، مش نلاقي حكم بيحسبها وهو واللاعب واقع تيجي في ايده يحسبها تمام، ماتش اللي بعده على طول تيجي في ايده ما يحسبهاش. طب انهي الصح؟ هو القانون بيقول ايه؟ يقول لك اصل دي تقديريه للحكم، هو ده اللي انا بتكلم فيه، وهو ده دايما اللي بنبقى عايزين نوصل له. اتمنى ان يكون هناك تطوير للتحكيم خلال الفتره القادمه، عندنا فتره ما عندناش فترات توقف، الفتره اللي جايه قليله يعني، فترات توقف قليله، عندنا من يوم 13 على ما اتذكر في نوفمبر، بعد كده في امم افريقيا يكون هناك تطوير للتحكيم، ولكن من هنا لغايه التوقف الدولي والاجنده الدوليه ايه اللي هيحصل، ربنا يستر على التحكيم خلال الايام القادمه. وصلنا دلوقتي لفقره اخبار البيت الكبير، هنطلع نشوف اخر الاخبار على الساحه المحلية والعالمية، ومن بعد كده فاصل، ومن بعد الفاصل هنستقبل ضيوف حلقتنا النهاردة، النجم الكبير كابتن محمد حشيش، والأستاذ الكاتب الصحفي الكبير أستاذ عصام شلتوت، الكابتن النجم الكبير أحمد فوزي، والأستاذ خالد الإتربي في ضيافة البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، الاساتذه والكباتن الكبار اللي هيكونوا مشرفينا في الجزء الثاني من هذه الحلقه، النجم الكبير كابتن محمد حشيش، ازيك كابتن؟ مشرف ومنور حبيبي ربنا. ايضا الاستاذ خالد الاتريبي، ازيك يا استاذ خالد؟ الحمد لله كابتن اسلام. الحمد لله. النجم الكبير كابتن احمد فوزي، ازيك يا فوزي؟ حبيبي يا استاذ، ازيك صحتك، انت اخبارك ايه؟ تمام يعني، ربنا يكرمك، ومبسوط ان انا مع الكوكبه دي ولاول مره، وان شاء الله ما تبقاش اخر مره يعني، صراحه حاجه تشرف، حاجه تشرف يعني، الواحد قاعد مفتخر بالقعده. طبعا طبعا، ربنا يخليك. ايضا الكاتب الصحفي الكبير والنقد الرياضي الكبير استاذ عصام شرتوت، ازيك يا استاذ عصام؟ اهلا بحضرتك. ايه كل يعني زي ما الكابتن احمد فوزي قال ناكدها مع الفار ونقول طبعا فوزي احنا هنستعين بكتير الايام اللي جايه، دايما هيبقى معانا يعني، ما بنستغناش عنه زي حضراتكم كده دايما. كابتن حشيش، خليني ابدا مع حضراتكم دائما بمباراه بكره، مباراه في العادي احنا دايما بيبقى عندنا يوم الاثنين ده بيبقى قضيه، قضيه المفروض نتكلم فيها عن قضية تخص الرياضة في مصر، ولكن خلال هذه الفترة والمباريات الكتيرة جدا اللي هنخش فيها خلال الفترة دي بتبقى الأمور صعبة، وبالتالي خلينا نتكلم مع حضراتكم عن مباراة بكرة، هل حضرتك شايف إن النادي الأهلي تأهل بالفعل لملاقاة سان داونز؟ لا طبعا. لا، ما حدش يقدر يقول كده أبدا يعني. الكرة علمتنا إن دايما الكرة في الملعب والنتائج صحيح. على حسب الأداء وعلى حسب التوفيق. النادي الاهلي عمل مباراه كويسه، وبتحديد الشوط الاولاني، ممكن الشوط الثاني يعني كان في بعض الاخطاء اللي ادت الى الاهداف اللي جت، انما قدر يرجع برضو للتعادل. شاف انها نتيجه كويسه مع فريق لنا تاريخ معاه في صحيح في المباريات دي، وخصوصا يعني سيمبا دي انا ليا تجربه معاه 85 في ابطال الكؤوس، الماتش الاول كان هناك برضو اتغلبنا 2-1، وهنا كسبنا 2-0 كابتن خطيب وكابتن زكريا بالظبط كده، ويعني فرقه كويسه، واحنا شفنا حتى كمان جمهورها عامل ازاي في المباراه اللي فاتت، جمهور كبير جدا، وشفنا الفرقه فرقه كويسه وفيها تطور الحقيقه كبير جدا جدا، معهم جهاز برازيلي كويس بيلعبوا كره كويسه،
فرقة بتعرف تجيب الجوان كمان هناك بدليل الهدفين اللي جم. المباراة بتاعت بكرة إن شاء الله مباراة صعبة، لازم يبقى فيها استعداد قوي جدا جدا نفسيا، وما فيش حاجة اسمها النادي الأهلي تأهل، لا لسه الكرة في الملعب، ولازم النادي الأهلي ينسى المباراة اللي فاتت ويلعب طبعا على المكسب كعادة النادي الأهلي من البداية، وإن شاء الله يعني نتلافى السلبيات اللي حصلت المباراة اللي فاتت من يعني إضاعة الفرص السهلة. في حاجة إيجابية إن احنا بنروح على الجون وباستمرار وفي ضغط هجومي حتى يعني بعد الاثنين واحد قدرنا في الآخر إن احنا نضغط، وغير الهدف اللي جه أضعنا كمان أهداف. أيوه. بس أنا عايز أقول إن طبعا إضاعة الأهداف دي برضو مشكلة، لازم يبقى فيها برضو اهتمام وتركيز أكتر من المهاجمين. أنا دايما بشوف يا خالد إنه إضاعة الأهداف هي مشكلة، ولكن أنا دايما بنظر للجانب الإيجابي في هذا الأمر، إن أنا بروح للجون كم مرة؟ أنا بروح للجون، يعني أنا رحت تحديدا خلينا نتكلم عن المباراة السابقة، أنا رحت للجون خمس ست، يعني خلينا أتكلم يعني تحديدا خمس مرات مثلا غير الجونين اللي أنا جبتهم. طبعا هو يعني بدون فلسفة حتى في الكلام، المباراة صعوبتها في استسهالها يا كابتن إسلام، يعني فكرة مش صعوبتها بقى في سهولتها، لا هي مش سهلة، هي فكرة استسهال الماتش. نعم. استسهال الماتش لما بتحس إنك قادر في كل الأوقات إنك توصل، هي دي الفكرة، انك حاسس بالقدره على الوصول، فضيعت كوره فلا هتيجي المره الجايه، هتيجي المره الجايه، هي فكره هتيجي المره الجايه ديت هي المشكله. المفروض في بعض الناس بتلوم علينا لما تقول لك انتوا الكوره او كانوا القاده رياضيين ما لعبتوش كوره، فتقولوا لابد انك تسجل من نص فرصه، ده مصطلح غلط، لا ده مصطلح حقيقي، ده مصطلح مش لازم تلعب كرة عشان انك تقول انك لازم تسجل من نص فرصة. لازم لما يكون في اي ماتش سهل او صعب انك تخلص وظيفة المهاجم الحقيقي، واللي بيفرق المهاجمين وسعره وقوة المهاجم في معدل استغلاله للفرص اللي بتتاح لي. وبالتالي انك شيء ايجابي جدا انك توصل، ده شغل المدير الفني انه يوصل اللعيبة. مفيش مدير فني تقريبا على مستوى الدوري او على مستوى افريقيا بيقدر يوصل لعيبته بره وجوه زي ما كولر بيقدر يوصل لعيبه النادي الاهلي للمرمى، باستثناء طبعا سان داونز بيوصل برده كتير، لان سان داونز بقاله فتره هو شغال على الجزئيه على اللعب بطريقه معينه، وعلى فكره ولما لقي ان هي برده ما بتجيبش معاه نتيجه بدا ياخد خبره، بيلعب باتنين راس حرب، يعني بعدين نبقى يعني خلينا نتكلم في المباراه بكره. بالظبط. عشان كده انت مطالب انك تعدي او تعالج الاخطاء دي. أيوه. تعالج اهدار الفرص ده. هو كولر في المؤتمر الصحفي قال ان مفيش وقت كفايه، لانك 48 ساعه كانوا استشفى، النهارده انت بتتكلم في خطه المباراه اللي هتلعب فيها مع اللعيبه، مش هتتكلم معاهم غير مجرد كلام، انما كتنفيذ تكتيكي مش هتقدر تعمل ده. فوزي برضو اهم نقاط القوه والضعف لفريق نادي سيمبا. فريق نادي سيمبا لما تيجي تتفرج عليه فريق من الفرق الجيده، ولكن في فارق، انا دايما اقول هذه الكلمه، ان هناك فارق فني واضح ما بين النادي الاهلي لصالح النادي الاهلي، النادي الاهلي ونادي سيمبا، ولكن الملعب لا يعترف بمثل هذه الامور، ويمكن يعني اللي لاعب كوره عارف هذا الكلام. اكيد الملعب لا يعترف بمثل هذه الامور، وعدى علينا امثله كتير جدا، ومش هفكرنا مش يعني انا من نفسي بن الاثيوبي تعادلنا معاه هناك 0-0، جيت تعادل معانا هنا 2-2 وخرجنا من بطوله افريقيا فتره من الفترات. اعتقد ان مباراه غد لو لعيبه النادي الاهلي مش مركزه فيها بنسبه 100% هتبقى المباراه صعبه. مش معاكم في قصه ان اضاعه الاهداف مؤثره قوي، لان كل ما بوصل كتير كل ما هحرز بدليل ان كهربا الماتش اللي فات الشوط الاولاني ثلاث كور مضيعهم، جات له واحده الشوط الثاني قدر يخلصها، فيعني كون ان هو بيوصل وعلى طول متواجد في البوكس ان شاء الله هيحرز، وخصوصا ان احنا لسه برضو لسه لحد دلوقتي ستيل في اول الموسم بالنسبه لاداء الفرقه كلها. اعتقد ان لما توصل في مباراه زي سيمبا بره ملعبك 7 أو 8 مرات على المرمى، دي حاجه ايجابيه كويسه جدا. في نفس الوقت الحاجات اللي جات عليك، بص يا اسلام سيبك بقى من الكور من الجونين اللي دخلوا، انما لما تيجي تحسبها هل هو لعب نمطي تكتيكي، بمعنى ان الكره الاولانيه كروس من ثابته جت في حد وغيرت اتجاهها وطلعت واتغيرت وبقت جون. الثانيه قوي بس هو في اخطاء تمركز برضه، اخطاء تمركز بالنسبه لخط الدفاع. هقول لك حاجه يا استاذ، انا برضه صعب قوي اللي لحقها
يعملها بالعرض بالطريقه دي، يعملها بالعرض بالطريقه دي، تعمل كده، تعمل من فوق الشناوي كده. هي المتابعه برضه، المتابعه من يعني اولى بها المدافع في اللحظات. انا مع حضرتك ده ما بقولوش لا، ولكن انا بتكلم برضه دايما، انا دايما لما باجي اتكلم بنظر للجانب الايجابي. الجانب الايجابي بالنسبه لي في مثل هذا الامر ان الكره دي، عشان انا كباك يعني ابقى عارفها، يعني انا عارف فيها شويه، ما باجي اعملها كده لازم تمشي كده. الكره دي قامت عامله كده وقامت نازله على دماغ الكره تحبك عادي جدا، بتحبه صح. هنا صح. هنا بقى الراجل الباك يعني عشان ما قطعشك لازم طبعا ياخد فرص مستمره لانها تحب الراجل وتعمل حاجه مظبوط، يعمل حسابه على كل ده. لو راح بدماغه بدل رجله كان هيبقى فيها الراجل اللي كان جنب العارضه في الجون الثاني لو ما سابش العارضه بغض النظر، لانه الاخطاء بتظهر عشان تتعالج صح، لكن اخطاء التمركز دي مهمه جدا. هي اتفضل يا فوزي. فانا شايف ان الهدفين جم من ثوابت، يعتبر دي حاجه سلبيه في العموم في الناحيه الدفاعيه، السلبيه في الناحيه الدفاعيه من الكرانر او الكرات الثابته او من الكورنرز عشان الناس تبقى ادق يعني. دي في عندنا مشكله فيها، انما تعالى شوف بقى كم فرصه جت علينا من لعب مفتوح. الشناوي ايوه الشناوي شال الكوره واحده، الشناوي من لعب مفتوح واحده تقريبا. النادي الاهلي راح بسبع فرص ملعوبه ما فيش منهم حاجات ثوابت كلها، يمكن الجون الثاني كانت كره ملعوبه وتردت يعني يمكن الجون الثاني بس، انما في المجمل انت رايح مثلا الشوط الاولاني باربعه من لعب مفتوح منهم واحده يعني كهربا. لعب النادي الاهلي عشان نفكر لعب مفتوح ان جت كده، لا انا قصدي لعب مفتوح بمعنى تكتيك جاي عشان الجمهور. انا فاهم كلامك من لعب متفق عليه كويس كده، لعب متفق عليه تكتيك متفق عليه من المدرب، ودي حاجه ايجابيه جدا. انت بتلعب بره ملعبك، ولكن انت بعد التعادل ده العمليه بقت ايجاليتيه زي ما بيقولوا كده، انت زي ما انت جبت زي ما دخل فيك. فانت لو ما ركزتش ان انت تركب وتركب المباراه من بدري، وخصوصا مع الظروف اللي فيها المباراه ووجود الجماهير بطريقه معينه، هيبقى المباراه بحمل سلبي عليك. صحيح. فانت لازم تخلص من الشوط الاولاني. المشكله احمد ان انت، ما هو كان وارد ان انت ما تلحقش ترجع. حقيقي حقيقي صح، كان وارد جدا جدا، بدليل ان صلاح محسن راح بواحده حطها بره، ممكن اللي قبلها بتاع كهربا ما تجيش يعني. كانت هتعدي قبل يعني بعد جون كهربا لو الفرصه دي اهدرت كانت هتبقى حمل ثقيل على النادي الاهلي. وفي نفس الوقت يا اسلام يعني انت مش كل ماتش مش مع اي فرقه هتوصل 6 و7 و8 مرات. لا يا كابتن معلش انا بقى اختلف معاك في دي، عارف ليه؟ وما اعرفش استاذ عصام برضو رايه في هذا الامر. انا في النقطه دي بقول لحضرتك ان النادي الاهلي بيلعب بشكل معين وبخطه فنيه معينه، هي اللي بيخليني اروح للمرمى اكتر من مره زي ما خالد. فلسفه كوره تمام، فلسفه الفلسفه اللي بيلعب بيها الراجل هي اللي بتوديني تمام. بلعب ضد الوداد اي حد، او بلعب ضد سان داونز، او بلعب ضد ممكن ما تجيش مع سان داونز خلي بالك جداً. ممكن صح ممكن، وبلعب مع سيمبا او بلعب مع الزمالك. هي يعني معلش انا لك مع يعني هنتقد شويه النهارده يعني مش عشان مش حاجه قصدي تنتقد مش عشان حاجه مش قصدي تنتقد بس انا بقول هي فكره عايز الناس تربى دماغها اكتر يعني. انا اقصد ممكن تكون اخطائك اكتر من اهدافك مزيات. يعني انت فاهم ازاي؟ يعني كورتين اصل الدفاعي. كورتين ما احنا بنتكلم على فكره كورتين اللي جم بالتحديد كمان الكره اللي الولد عملها على القريبه دي يعني يعني ما يعني عايز اقول ايه التمركز فيها، لان انت عارف طبعا كنت لعيب كوره واحده. لا بس هي كابتن برضو خلي بالك يعني صعبه برضو ما انا هقول حاجه كابتن. هو المفروض يعني هو بره الجول انا معاك، بس مين اللي بيقطع على القريب؟ لان في يعني كل ما هتلعب على البعيده هنا دي بقى مهمه يعني، لان ديت مش معموله ما جاتش بقى باي لك زي اللي قبلها. ايوه ان كره تقلش دي معمولة. لكن دي واضح ان بيعملوها دايما فدي برافو عليك. فهو يعني ده اللي انا بقولك عليه، ان هو في المباراه بتاعت بكره ياخدوا بالهم منها. صحيح. ما احنا بنتكلم عشان احنا اتعلمنا من الكابتن حشيش عليه يعني احنا انا بتكلم عشان كده يعني ان في بعض الاخطاء واخد بالك يعني نتدرجها في الحته صحيح. دي صحيح اتعلمنا من المباراه اللي فاتت عشان المباراه اللي جايه. الناحيه الفنيه والخططيه من وجهه نظرك كولر هيعمل ايه؟ بص يا كابتن النادي الاهلي الان لا يحتاج الا ان الاغلب الاعم من نجوم الاهلي نفس الجهد ونفس كل حاجه، لكن الراجل قال مصطلح رائع على فرصه صلاح محسن. اولا فكره الجون الحلو فكرة بائسة حتى لو البرازيل صح. يعني كانت ساعات بتردم على كل جهد مين بقى الصمبة مش عايز يعملها كده أيوة. فتروح مش عارف في كده نفس الحكاية. والقرار القرار ان انا رايح للجون تخيل انت
خلي بالك انا لعبت كوره برضه عشان ما تفكرش باستاذ بيز ده انت استاذنا لا 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 انا لعبت في مواليد الكابتن انت بس عشان انت اكبر مني بسنتين اخر شهودي بس انا رحت الجامعه ده اصغر مننا اكبر مني اصغر مننا بسنتين ثلاثه خلي بالك يا فوزي ما انا اكبر منك كابتن مجدي كان معاه فرقه الكليه وخد منه رباط جزمه ما رجعهوش لغايه دلوقتي الكابتن مجدي المهم ايه وانت بتفحص الحكايه لازم الكلاس ايه من المدربين زي الراجل ده تاخد من كلامه اللي هي فكره القرار تخيل انت لو الراجل حط نفسه قدام الباك مفيش فايده انت بتجري جنبه ليه ما هو لازم هينزل لكن انت بقى لو خدت الكره لجوه كده حضنت عليها الراجل في ضهرك بقى مع السلام عليكم عايز بقى انت تسيبها للجون كده جدعانه منك انت في ملعبهم ماشي لكن خلاص محدش لا يحط رجله ولا يعمل اي حاجه هنا ضوابط الاداء عشان كده الراجل مش بيزعل الراجل متاكد ان النجوم الغوالي دول هيتخلوا عن فكره الجون الحلو او المهاجم هجام ولازم يطمع لكن هيجي مره هيبقى الشحات بدل بعد ما عمل كده وحد داخل من يمينه ويعملها له كده بدل ما هو لازم يشوطها واضح ان كولر شغال على ده لكنه حتى الان لغايه ما مودست ده واللي بالمناسبه حق اللاعب ده ان جمهور النادي الاهلي والاعلام كله مش هقول اللي عنده ضمير مهني يترك فرصه للاعب من هذا الطراز جاي من دوري ألماني لاعب دخل منتخب فرنسا أحيان كثيرة وده مؤرشف يعني لازم يدوله فرصة للعودة من 5 شهور كان في حالة سبات يعني صحيح. ما عندوش ولا نادي ولا أي حاجة وبالتالي فقط المطلوب الآن أن اللعيبة فعلا تاخد بالها أنهم خلاص النادي الأهلي في الطريق بقى أنه اللي عاوز يحصله محتاج جهد جهيد سواء في المسابقه دي واللي ليها اهميه خاصه الاهلي هيكون الاول تخيل هدف رضا سليم وضع رقم للنادي الاهلي انه لاعب النادي الاهلي يحرز اول هدف في البطوله الجديده تخيل بقى ان شاء الله النادي الاهلي يفوز بالبطوله فتربع على قمه بطولات القاره لعبتنا بقى ما عندهاش دفوهات تخليك ما انتش مؤمن ان ده هيخلص اللي هي الحاجات الصغيره دي لان الراجل مصر عليها عشان كده احنا دايما بنتكلم فيه الله عليك الراجل مصر عليها هم بيستفيدوا دايما وبيصلحوا بسرعه في حاجه بس مهمه بشان المؤتمرات ارجو ان الناس الزملاء اللي بيديروا المؤتمرات يخلونا شكلنا حضاري في الاهلي او في غيره لا احد يخرج باسئله لا تمت للمباراه ده يوم المؤتمرات بالذات اللي قبل المباريات مدير فني وكابتن الفريق بيبقى الموضوع كله هرجع اخد رايكم في هذا يعني الامر ده مستفز صحيح هرجع اخد رايكم ومعنا اساتذه كبار في النقد الرياضي وفي الصحافه نسالهم في هذا الامر ولكن خلونا نطلع نشوف اخر تحضيرات النادي الاهلي لهذه المباراه الهامه جدا مباراه سيمبا التنزاني اللي هتبقى يعني بكره الساعه 5 ان شاء الله نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل بمعنويات عالية وتركيز وإصرار على تحقيق الانتصار اختتم المارد الأحمر تدريباته الجماعية اليوم استعداداً لخوض مباراته أمام سيمبا التنزاني يوم غد الثلاثاء في إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي على استاد قاهرة المعز لضمان حجز بطاقة الصعود إلى نصف النهائي لضمان استمرار حظوظه في حصد أول لقب للبطولة المستحدثة من قبل الكاف الجهاز الفني عمل على تصحيح الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعب المارد الأحمر أمام سيمبا خلال مباراة الذهاب بتنزانيا والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما وأهمها إهدار الفرص السهلة كما خصص المدرب مارسيل كولر فقرة في التدريبات لعلاج أزمة إهدار الفرص التي حالت دون تحقيق فوز مطمئن في موقعة الذهاب وأجلت بطاقة الصعود إلى موقعة يوم الغد كما حرص كولر على تصحيح الأخطاء الدفاعية خاصة في التمركز داخل الملعب وعدم ترك مساحات شاسعة يستغلها لاعبي المنافس بخلاف الرقابة خلال الكرات العرضية والثابتة وعقد كولر المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق الميران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بمباراة الذهاب كما خاض الفريق فقرة إحماء وجزء بدني قبل تنفيذ بعض الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة وأدى رباعي حراسة المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكو المدرب الحراس كما شهدت التدريبات مشاركة جميع لاعبي الفريق وواصل لاعبون المصابون استكمال برامجهم التأهيلية لتجهيزهم للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية
مهم جدا ما طرحه الاستاذ عصام يا استاذ خالد في هذا الامر فيما يخص، لان انا اتكلمت فيه في البدايه وهنا برضو يعني طبعا حضراتكم اساتذه كبار وعارفين هذا الكلام، انا ما بحجرش على راي حد واللي عايز يقول حاجه يقولها، ولكن انا بشوف ان يجب ان يكون هناك تنظيم افضل من كده شويه في المؤتمرات الصحفيه، بمعنى ان المنسق، ولسه كنت حضرتك بتقول لي هذا الكلام، المنسق اللي قاعد هو اللي كان يقول الكابتن شناوي مثلا، يا كابتن شناوي لو سمحت ما تردش لان السؤال ده لا يخص المباراه طبعا، بس اسمح لي الاول، انت عارف انا ما بحبش اقعد عادي كده، لازم لازم انكش اي حد، فانكش الكابتن فوزي الاول لما قال ان انا ايه مختلف في قصه لا انا براحتك، انا مسجلها وانا قاعد مش قلم، بس مسجل مش هسيبها، لا براحتك، هاخد اجابه من اللي تتصل بيها تاني بقى وتقول لي مش عارف ايه وابصر ايه، براحتك على الهوا، صح ولا انا عندي حق؟ صح بس كده، تكلموش تاني بقى اللي انت عايزه، قول بقى اللي عندك بقى، وريني هتعمل هاخد إجابة من كابتن إسلام لما قال أنا النادي الأهلي كنادي أهلي أكتر نادي بيوصل، وإحنا قلنا كده في الأول تمام، فوصول لعبة الأهلي دلوقتي في الوقت اللي إحنا فيه مع كولر لأي مرمى ما بقاش جاهز، أو ما بقاش دليل طبيعي، يعني ده طبيعي، ده الطبيعي بتاعي، اللي مش طبيعي بقى أنا ضيع كل الأهداف دي، ده الطبيعي اللي أنا كمدير فني بحاول دايما، في كلمة بتتقال مش دور المدير الفني انه ينزل يجيب جون او يخلي اللعيب انه يجيب جون، في كلمه بتقال كده، بس هو بيحاول انه يطور الاداء الهجومي للمهاجمين. طب سوري بقى معلش، وكيفيه تطوير الاداء الهجومي ده؟ نرد كوره، السيتي بيوصل كم مره في الماتش؟ السيتي لو مش اقل من 10 12 مره في المباراه اكيد بيجيب جون او 2 او 3 او 4 اخره 3 صح؟ لا مش اخره 3، بيجيب 6 4 يعني، خلينا المعدل بتاعه 3 4 صح؟ من 10 عايز المعدل الرسمي، عايز اقول النجاعه جون بوينت 8 من 10، انا ما بقولكش ان كل فرصه حاجه ماشي على مدار الموسم، انا ما توصلش لمرحله، احنا بس عايزين نفرق بين حاجه يا احمد، عايزين نفرق من هدفين، يعني في فرصه تختلف عن فرصه، يعني في فرصه طبعا. انت قدام الجون ان انا مش لازم اقعد ارسمها قوي يعني انت فاهم ازاي، يعني انما في فرص بتبقى مثلا كره بالعرض خطر لازم يبقى فيه مهاره معينه تجيبها، انت تحسب فرصه غير واحد رايح وش في وش، انا مثلا واحد قدامه 15 20 يارده ورايح صريح من ماشي، انت فاهم ازاي؟ يعني دي بس اللي اختلف، ما فيهاش مشكله شويه، بس انا بتكلم في العموم ان النجاعه، يعني اي يعني النجاعه دي حد معين 30% 70% ما توصلش ماشي، انا بقول لك ده يعني ده بقى اللي هو الامتياز، فانت 30 40% دي حاجه كويسه جدا، انت لما توصل 8 فرص تجيب منهم 2 3 انا شايف ان دي مش حاجه، وانا شايف ان هي مش وحشه يعني وجهه نظري في الكوره، ماشي ما احنا في دايما في الكوره، دايما في الكوره للنادي الاهلي ما بنبصش على اللي مش وحش، انت عايز توصل للاكس الانتاوي عليا، لا ما لازم لا بتاع الكلام ده صح هو عايز الاهلي يبقى على قمه جزيره دايما، يعني احنا مش عايزين يا سلام يا سلام، وبعدين بص معاك انت يا ريس، لو على كده الراس مع بعض، الراس مع بعض النفوس عشان بنوصل كتير، فاحنا كده طمعنا زياده صحيح، فعايزين برضو اهداف زياده، لان برضو ان شاء الله الاهداف وتوقيت الاهداف معاك كابتن حشيش بتغير سير المباريات يا جماعه، لما انا اجيب جون في الثاني، يعني مثلا ماتش حته صغيره بس كده بتاع سان داونز، الفرقه الثانيه مضيعه ضربه جزاء، لو جابتها ضربه جزاء ثلاث اجوان، ثلاث اجوان في الشوط الاولاني، غير الشوط الثاني الشوط الاولاني يخلص 4-0، يعني انت فاهم ازاي؟ بص النتيجه عملت ازاي؟ الجون اللي تخيل الاجوان دي ولا نصها جه، كان الماتش فرق في ثقه اللعيبه، وكل واحد بقى عايز يجود وتشال الضغط من عليه والثقه، وبيلعب على ملعبه، فبرضه الاهداف بتدي ابعاد ثانيه للمباراه، والمؤتمرات الصحفيه يا اخي نيجي بقى للجزئيه دي، الجزئيه دي السؤال اللي اتسال للشناوي النهارده ده تقدر تقول انه مدجج بالالغام، يعني لو هو سؤال استحاله يكون بريء، يعني انا شايفه كده، انا وجهه نظري انا بتكلم على ماشي اوكي ده وجهه نظرك، ولكن انا بتكلم على الفكره نفسها، الفكره نفسها إنها كيف يكون المؤتمر، يعني المؤتمر مؤتمر ودايما بنحضر في الفيفا المؤتمرات اللي بنظمها الفيفا، بيتكلم ويقول لك في حدود المباراه صح، ولما صح يكون في اي سؤال بيحصل بيتكلم منظم الراجل المحترم اللي بيبقى قاعد كده المنسق ابو بدله ده، لو قاعد عليه ده مش قاعد يقول له ده مش قاعد مش وظيفته، قول انت قول انت طب انت احنا مش قاعد مدرس، أيوة يعني هو المفروض ان الكابتن الشناوي المفروض ان هو يقول للكابتن الشناوي ساعتها لو سمحت ما تردش، هو اللي يقول له عشان برضه ممكن الشناوي لو ما ردش يتاخد عليه، لو خلوش في معلش لو سمحت انا احب اقول بالظبط كده، يعني الكابتن الشناوي مثلا عايز يقول انا عايز ارد ساعتها بقى خلاص انت انا كده عملت دوري ده اللي تقصده، انما يعفيه من الحرج يعني بالظبط كده، ده رقم واحد، رقم اتنين انا ما بنظرش على حد
ولا بدي حد دروس لا الصحافه عشان ولا كلهم اصدقائنا وزملاء لا 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 انما انت بتقول قاعده اصلا مش بتقول راي طبعا انما جزئيه ان اوصل اللعيب اللي قدامي في السؤال في المؤتمر الصحفي انه يقول لي انا مش عارف السؤال ده الهدف من وراء ايه ولا بيتقال ايه وتوقيته ليه استفزاز لا يبقى انا السؤال فيه مشكله. اولا السؤال كان يا كابتن بيقول له انت كنت في الجزائر عملت ماتش كويس ثم جه فيك هدفين في الماتش بتاع سيمبا واحد منهم بتاعك، هل بتقول ان دفاع النادي الاهلي وغياب محمد عبد المنعم عن دفاع يعني النادي الاهلي يعني بص دي ان عند دفاع النادي الاهلي هو اللي تسبب في ده ولا الخطا كان خطاك؟ يعني اولا انت قطعت الراجل في السؤال ثم بتحاول لو الشناوي رد وقال ان غياب محمد عبد المنعم كان مؤثر زمايله بيقطع في زمايله اللي كانوا موجودين اللي هو انت لازم تطلع بمشكله يعني لازم تطلع بمشكله. رد الشناوي كان كابتن اهلي طبعا مثالي كابتن اهلي طبعا صحيح، فهو بيقول له احنا الخطا بنتحمله جميعا والاشاده بنتحملها جميعا صحيح. واحنا لا هو لما شال الجون اللي دخل كان هيبقى الثالث ده مثلا ده اللي انت كنت بتتكلم عليها الكره اللي راحت دي اللي كانت الفكره انا مش رايح المؤتمر الصحفي علشان احرج حد او ان انا ادور على حد، انا ممكن اكون رايح المؤتمر الصحفي علشان مش انتزع اجابه وانما في سؤال محير للناس كتير جدا عايز اجابه فمن الممكن اجيبه بطريقه اجبر المدير الفني انه يتكلم. وحصل النهارده على فكره في الكلام مع مارسيل كولر عن وكان سؤال ذكي جدا واجبر مارسيل كولر انه يجاوب عليه وهو بره الماتش لما قال له انت بتتعامل ازاي مع السفريات ومع اللعيبه والتدوير ده ما بيزعلش حد ولا لا؟ فبدا يتكلم مارسيل كولر عن فلسفته مش بس للماتش للبطوله كلها لا وفي العموم من ساعه ما قال لك انا يعني كانوا بيزعلوا الامر وبعد كده يعني بص السؤال طيب. بص طريقه السؤال انت ممكن تسال اللي انت عايزه. انا ليا اضافه صغيره بس فضل. هو الصحفي اللي بيسال ده عايز يشد من ازر الشناوي ولا جاي يخلص عليه قدام الناس؟ بمعنى لا هو كل واحد حر يقول اللي هو عايزه كل واحد وحر بس برضه انا اقصد احنا لازم نتكلم في اساس الموضوع برضه يا فوزي. طب هو ايه اسمعني هسمعك والله للاخر ولكن اساسا بالنسبه لنا انت قول اللي انت عايزه لكن انا بالنسبه لي اساس الموضوع ايه؟ انه هل يصح ان انا اسال سؤال عن منتخب مصر في المباراه اللي هي منتخب مصر كان قبل سيمبا بالزبط. قبل سيمبا كان يوم الاربعاء يوم الاربعاء واحنا والاهلي لعب جمعه يوم الاثنين والاهلي لعب جمعه لا بنتكلم في قصه ثانيه خالص يعني انت بتتكلم في قصه دي قصه هل انا بس ده الاساس وبعد كده اقول اللي انت عايزه لا يا صح يتحدث عن المباراه اللي قبل دي بتاع الاهلي مش المنتخب لان المؤتمر ده بتاع مباراه غد ايوه بالظبط وطبعا انا شايف ان هو يعني سؤال صعب شويه بس انا كصحفي ورايح من مؤسسه مفترض ان معظمهم بيبقوا اهلاويه اللي رايحين يغطوا مباراه زي دي صح ولا غلطان؟ لا مش شرط في العموم بس لا. انا رايح اهمد الراجل انا اقول له انت شايل الماتش اللي فات جونين منهم واحد بتاعك طب انت مين؟ يعني معلش مع احترامي برضه كلنا بنبقى مين يقيم حارس غير واحد بيشتغل شغلانته او شغال زيه؟ يعني انا ينفع ان انا اقيم استاذ عصام ينفع اقيم خالد انت لا بس انا بتكلم جد والله كابتن محمد حشيش ممكن يقيمني راجل اكبر مني قيمه وقامه وكوره بس ينفع انا لا خلي بالك في خطوره على الصحفي بقى انا بقولها لشبابنا اهو انه تقييمك ده هيكون مهم ليه لان انت اما زي الجمهور اما تقول ايه او اما تقول ايه الصحافه ايه أيوة دي مش حاجه ضايعه بالعكس صحيح. مش عشانها ترضى او ترفض عشان هتلاقي في منطق بيحصل لكن صح. يا جماعه ما يحدث يعني يصعب فهمه وانا بكلم الزملاء رؤساء التحرير وقيادات التحرير عشان الشباب ده في رقبتهم قبل اي هل حد. يا استاذ عصام بيبقى في تقييم بقى الحاجات دي من الجريده نفسها يفترض انه يبقى في لانه اصلا انت ممكن وانت قاعد وخالد ما شاء الله في الجيل اللي عنده قسمه وفي مكان مهم الشروق لازم تبقى انت بتقول له يا ابني كده بتلبسنا على الاقل مع الجمهور صحيح. الزبون صحيح. مش عشان انت عايز قوته الشرائيه لا عشان مصداقيتك عند هذا العدد ده اللي انا عايز اكمل حاجه هم طبعا كلام صمصام انا بس عايز اكمل حاجه في شكل المكان كمان مكاني انا مكاني ما ينفعش طبعا بعيد عن الزميل كده قلت انت لا احنا هنا ما بنتكلمش عن الزميل اللي اتكلم بنتكلم بشكل عام انا بتكلم في جزئيه انك كمسؤول بقى عن قسم رياضه في مكان فانت لابد ان يكون في تنسيق بينك وبين الناس علشان لو سالت سؤال يبان عليه بعيد عن الصحافه يقول لك ده اتعلم صحافه فين فانت بتغلط في المؤسسه كلها عشان كده الكابتن حشيش اما قلت له طبعا عشان ده اساس الاماكن طبعا صحيح
لانه خالد انت في مشكله يا جماعه، في لعيبه في النادي الزمالك وفي انديه المقدمه، كل نادي عنده مش اقل من 7-8-10 لعيبه عقودهم تنتهي. الناس بتتكلم على عقود لعيبه 2-3 في النادي الاهلي ينتهوا بعد موسم. شيء يصعب فهمه. وعندنا في الشغلانه يا كابتن حاجه اسمها ايه، واكد مصدر قريب الاطلاع، مش ده عيب. قيادات التحرير هنا لازم كل فتره، ولو يا اخي الراجل بتاعك يقول لك مين المصدر، حمايته حق اصيل، لكن يقول لك مين، ما هو مش كل يوم مصدر وكل يوم تجيب. اصل بص المشكله انه الاماكن الكبرى بحجم النادي الاهلي محدش عايز يقول انه في الوان في الصحافه اسمها تقرير واسمها انك تعمل حوار حتى لو مش متاح، يعني تعمل الوان كثيره غير الخبر. اجيب انا من النادي الاهلي كل يوم 10 اخبار منين؟ الا افتكاسات او غيره من المنافسين الكبار. اجيب من او الصغار، ده الصغار بقى كده المفروض في تخصصات، ده مع العلم ان انا بقول لحضرتك يعني تخصص مين اللي يحضر يعني مؤتمر زي ده اللي حي يعني حيسال. احنا هنروح لقصه كبيره كده، هي مهمه جدا. أيوة انا عايز اقول هي مش هتفتحها، لكن القضايا لكن هنطلب ان يوم القضيه دي، لان انا فعلا عندي حاجه مهمه. انا مش عايز حد يزعل مننا يا شباب برضو، لكل انا بتكلم هنا كل اصدقائنا وزملائنا، لان هم في النهايه انا معايا استاذ كبير زي الاستاذ عصام، يعني كلنا بنتعلم منه. فهو لما بيجي يتكلم في هذا الامر يجب ان يكون الامر واضح للجميع. احنا لا نقصد والله، في ادوار مهمه لما نفتح القضيه، برضو من الناس اللي طالعه وعارف هو بيعمل ايه وعارف بيتكلم ازاي وبيقول ايه، لان في ادوار مطبق هذا الامر كمان. استاذ عصام هي بتتعدى برضو الحته دي، يعني ممكن واحد غير الشناوي مثلا أي ياخد الكلام الموقف فيبتدي يرد. انت عندك منظر برضو عام بالنسبه لوضعنا احنا كابتن. اما نفتح القضيه دي ان شاء الله عقب المباراه في اي يعني العدد اللي جاي او اللي بعده، في حاجة مهمة، هناك رابطة نقاد، هناك نقابة. أنا كنت نائب وكان معايا الأستاذ الرواد الذاتي في دورة، كابتن خطيب لم يستكثر أن يكون هناك اعتذار، لأنه في إعلان بايلك حد وهو بيتكلم شاط الجرايد، تخيل. بس كنا بنناقش ده، مش بنتخانق. الأستاذ رضوان كيفية النقاش، كابتن خطيب أنهى الحكاية فورا، مع أنه بقى لا كان مسؤول الأهلي ولا الاتحاد ولا أي حاجة، غير أنه هو كان جزء من الإعلان. تمام، قال اللي بيقولوه ده صح جدا، بس كده مش ممكن يا جماعه الا هذا الترتيب. فاحنا ان شاء الله لما نطرح ده هنا هنهيب بالرابطه ثم النقابه توعيه، هنحاول نقول لهم الناس دي غلطانه ولا نزلوا جزء. عايز اقول لكم واقع كانت حصلت، ودي اخر حاجه يعني، في برضه في مره مراسل وطلع، يعني انا اسف اقول ان هو ما عندوش فكره عن الانجليش خالص، وابتدى يتكلم مع كولر. يعني ما هي دي برضه شكل صوره صوره للمؤتمر يعني، شفتها صوره يعني. ده صوره، ده صوره في العالم كله، يعني ده العالم كله. يعني انت فاهم ازاي دي بقى، ما فيهاش هزار بقى، دي فيهاش بقى سؤال صعب ولا جداً. سؤال مش كويس او خارج نطاق الموضوع، ده حاجه اتمنى ان يصل كمان بالانجليزي بالظبط يعني لا يعني شويه اتمنى بيفهم. اتمنى ان يصل الامر لكل الزملاء بمنتهى الاحترام، وكل من او كل من تكلم في هذا الامر في المؤتمر الصحفي او عايز يتكلم في الامر. احنا برنامج مفتوح لكل من يريد ان يتقدم ويتكلم ويرد، دي ما عنديش مشكله في هذا الامر. ولكن في النهايه احنا لما بنيجي نتكلم بنتكلم في العموم، بنتكلم او بنتكلم عن واقعه حصلت ولكن هي بتعرفنا حاجات كتيره جدا يا استاذ عصام كابتن حشيش في العموم، احنا بنتكلم عنها في العموم. بما اننا بنتكلم في المواضيع، قبل ما ارجع للمباراه مره اخرى، النادي الاهلي هنأ مجلس اداره نادي الزمالك ب استحواذه على ثقة الجمعية العمومية. لفتة كويسة طبعا من النادي الأهلي بعد توتر في العلاقات نتيجة للظروف اللي الناس كلها عارفها طبعا خلال الكام سنة اللي فاتوا. دي مبادرة كويسة من النادي الأهلي. نادي الزمالك أعتقد رد برضو رد محترم على النادي الأهلي، إن القصة بين الأهلي والزمالك هو منافسة رياضية محترمة، ما تدخلش لأكثر من كده. بالمناسبة يا فوزي، وإحنا بنتكلم في النقطة دي إن هي منافسة رياضية زي ما كابتن حشيش بيقول، أنا وجهة نظري هنا بقول إيه؟ ما حدش يجي يقول لي أصله ده لعيب في الزمالك فما ينفعش آخده. أنا كأهلي أو حد في الزمالك يقول لي بقى الزمالك ضحك أو ما حدش يجي يقول لي أقول لك ليه. أنا سمعت الكلام ده خلال الفترة اللي فاتت، ابتدت كلام ما أعرفش أنا، دي وجهة نظري أنا، قد تكون حضرتك مختلف معايا أو خالد أو فوزي ما أعرفش.
طب هو يعني هو في الاحتراف كده بس ثانيه واحده بالظبط هو في الاحتراف كده طالما في الوقت اللي انا وجهه نظري ان انا بشوف اللي مسموح بيه تتكلم بس خلاص تكلم. طالما في في الوقت بالزبط. بعد شهر واحد اللي المفروض تتكلم اي نادي بقى في العالم مش الزمالك بس اي حد في العالم هو يعني لما يعني كل اللعيبه اللي مشي من مانشستر سيتي وراح الارسنال اللي بيمشي من ليفربول وبيروح سيتي اللي بيمشي من هنا ويروح هنا بيروحوا ليه وبامتى بيتكلموا معاهم بعد ما يخلص عقده 4 سنين في قبل 6 شهور من نهايه عقده من حقه يتكلم مع كل الانديه في العالم كله في العالم كله كمان يا احمد ده في ناس كمان بتطالب بايه بيقول لك لازم يبقى في اتفاق جنتلمان بين الاهلي والزمالك لا 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 انا مش مع الكلام ده خالص ان يبقى في مبلغ معين ما ينفعش يزاد عليه لا دي لا لا ممكن نتكلم في المبالغ عشان احدد سعر اللعيبه دي قصه تانية دي بتاعه ادارات الانديه ما ينفعش يا جماعه واحنا مالناش دعوه بيها ما ينفعش برضه مفيش حاجه اسمها احدد سعر اللعيبه ولا يقعد يضحك عليهم وانا الميزانيه بتاعتي زي الميزانيه بتاعتك زي وضعي زي قصتي زي بطولات اللي بدخلها زي اللعيبه اللي انا السكواد اللي انا عايز اجيب يعني قصه مختلفه خالص لا بص ان احنا نختار لعيبه كابتن اسلام من اي حته انت بيبقى انت قدامك الدوري العام كله فيه 18 فريق صح كل اللعيبه او 17 كل اللعيبه متاحه ان انت تتفاوض معاها وفي بتجيب لعيبه من انديه الدرجه الثانيه هل انت لما جبت امام عاشور كان في لعيب في الزمالك وراح الدنمارك وجبته هو لما رجع من الدنمارك هل انت حاسبته على انه هو كان جاي من الزمالك ولا من الدنمارك انا ما دي نقطه انا جايبه من اي حته جاي في الايام المتاح التعاقد مع لاعبين الموضوع منتهي انا اجيب اللعيب لا يعني انت معايا في هذا الكلام لا انا معاك ان انا ولا اصل انا في ممكن واحد يقول لك لا احنا نعمل حدود لا. ما بين كذا والنادي ده والنادي ده عشان كابتن عبد الجليل لا اهم حاجه كابتن ايمن شوقي كابتن ايمن شوقي لما خلص عقده في النادي الاهلي راح نادي الزمالك ومرفوع على الراس فوق النادي في النادي الاهلي وشغال في قناه النادي الاهلي كابتن عبد الجليل موجود وحي يرزق كابتن زكريا ناصف موجود في الـ في الـ في الاداره بتاعه النادي يا جماعه ما فيش اي مشكله خالص الموضوع طالما بماشي بالاصول فانت من حقك تعمل اللي انت عايزه كنادي مش بقى كلاعب لا ده كنادي من حقك تعمل اللي انت عايزه طالما انا ماشي بالاصول وبعدين رغبه اللاعب في اللائحه رغبه اللاعب نفسه انا عايز اروح النادي الفلاني ايه يعني يا اما بتحدد يا اما بتحدد الناس بتمضي في حتتين كتير بعض المشاكل صح بتبقى هي الفيصل بص يا كابتن اسلام هو طبعا التهنئه من النادي الاهلي لنادي الزمالك دي بتحصل مع كل مجالس الادارات لما بتحصل ده بروتوكول متبع لابد انك تعمله كواحد من كبار او اكبر نادي في مصر لابد انك تعمل ده فطبعا بتعمل ده يعني اذكاء للروح الرياضيه انما فكره انه اتفاق جنتلمان وان انا ما ادخلش اخد لاعب او طب كويس كله متفق معايا لا انا دلوقتي انا فريق اولا كاداره نادي انا مش ملزم احل مشاكل الانديه اللي حواليا لا طبعا احل مشاكل انا مش بتاعتي خالص مش بتاعتي خالص نادي فشل انه يجدد تعاقد لاعب هذا اللاعب مثلا يرغب في انه يجي عندي وانا عايزه وانا الفني بتاعه بتاعي انا عايزه حل مشكلتك مع اللاعب بتاعك زي ما انا ممكن ما اقدرش اجدد عقد اللاعب بتاعي او المدير الفني بتاعي مش عايز لاعب عندي مثلا في اي وقت يروح نادي تاني فمن حقك انت كاي نادي تاني وحصلت على فكره حصل تدخل تتفاوض معاه وبالتالي الموضوع في الكوره ما فيهاش الكلام ده الكوره يا جماعه الكوره مش اوبرا دايما بقول كده حتى في يا عم ولا الاوبرا معاك تذكره تروح لا يا جماعه صحيح على رايك والله برافو عليك معاك فلوس تتفرج على الاوبرا هتخش والاحتراف ما فيهوش عاطفه ما فيهوش الكلام يعني ما بنشوفش الكلام ده بره ولا يسحبوك برده الحكايات ما فيهوش عاطفه وعاطفه ليه يا عم واحنا مع سياده الشاشه الاولى الله يرحمها يعني بس كده الموضوع ابعد ما يكون عن فكره التعصب تعصب ايه تعصب بالظبط ملوش علاقه بالموضوع خالص الموضوع كاحتراف انت عايز احتراف ولا عايز قعده عرب ما هي تبقى كده لو عايز قعده عرب خلاص قعده العرب بقى مش هتعرف تحكمها النهارده حاجه وبكره حاجه تانية قبل ما اتكلم على الماتش تاني يا استاذ عصام بس يا كابتن انا عندي راي في الحكايه دي لان في حاجات بتحصل هو شوف ما حدش يزعل بقى مننا ان التطبيق الاعلى في النادي الاهلي والذي يريد يعني ان يتابع معنا او ندخل معاه في يعني دايلما نقاش احنا جاهزين بالمنطق بالظبط هي المؤسسيه ولا شيء غيرها وبالتالي لا احد يتحدث على عواطف او عن سقف او الاخ جنتل ده بين قوسين مال الجنتل ده يا عم ومالنا احنا عندنا عقود تنفذ ليها ايام قانونيه ومدد حمايه وكذا غيرها ما يقدرش حد يدخل على الخط اما وان ده حصل ما تجيش بقى تقول لي اصل عايزين يقعدوا انا يا اخي عندي ملاءه ماليه
حضرتك صحيح. ليه؟ لأن ورايا جماهير عريضة، عندي تسويق، عندي كل عندي بطولات بدخل فيها كبيرة. ما هي دي النتاج ده كسبان حشيش طبعا، هو ده النتاج ده طبعا، أكسب من بطولاتي صحيح. فحتى فكرة أن يأتي لاعب ويخرج بنصف العقد أو حاجة ولا يهمني، لأني أعود دائما الكرة طيب. سلعة مكلفة صحيح. وبالتالي هنا اللي عايز يقول بقى نحط مشروعية للأرقام، لا يسأل نفسه الأول هذا الرقم انت بتحقق بيه بطولات ولا لا، عشان ما يجيش بقى يمنع الاهلي انه يشتري لاعب غالي ها؟ وهو اصلا ما بيشتريش لانه ما عندوش بطوله ولا دخل. انا عايز اسال بس السؤال ده 2025 انا عندي كاس عالم الانديه المشارك فيها 32 فريق لو انا بكونش فريق من برافو عليك كل عايز اكسب كل الفريق وكل الفرق اللي موجوده في الدوري افضل لعيب متاح اجيب. المهم يا خالد ان انا لا بعمل صندوق ولا بستنى التمويل الاهلي ولا باخد سلفيات من حد، ايه اسمها دين مكشوط الفوائد ده الدين مكشوط تبرعات عديها خلاص استاذ. انا برضو سؤال بس بسرعه قبل ما اطلع، هل من الممكن ان نرى انعكاس الروح الطيبه اللي احنا شايفينها ما بين الجميع وكل الانديه وكل وده الطبيعي اللي المفروض ان احنا بنشوفه كروح رياضيه ولان الرياضه هي رساله وجهه نظري. ويعني ايه روح رياضيه يا كابتن؟ ما تزعل مني، يعني ايه روح رياضيه؟ هقول لحضرتك ايه يعني روح رياضيه؟ هقول لحضرتك يعني ايه روح رياضيه؟ يعني ايه؟ هقول لحضرتك وايه؟ واستنى والنبي يا كابتن شويه، وتواضع عند النصر وابتسم عند الهزيمه. هي دي يا اخي، هي دي هي دي الكلام اللي ربنا عليه ده. كلام وحش يعني؟ طبعا في حاجه اسمها اللعب النظيف. تمام. فير بلاي. حضرتك شفت لاعب في العالم خد جائزه الروح الرياضيه؟ في لا خد جائزه اللعب النظيف. الفير بلاي لا ترجمه لها. خلينا في الفير بلاي، ايه رايك في الفير بلاي؟ ان احنا هل من الممكن ان نرى هذه الروح المحترمه، بلاش الطيبه والرياضيه، هذه الروح المحترمه اللي شايفينها ما بين كل الانديه دلوقتي بدليل لان هو الموضوع كان حاجه وخلصت طبعا. مش عايز اتكلم في القديم، ولكن هل من الممكن ان نرى انعكاس هذه الامور على المدرجات؟ وده اللي انا نفسي فيه. انا بعمل كل ده، كلنا بنعمل كل ده وبنتكلم في هذه الامور، وحضرتك في عندك واستاذ عصام وفوزي والكابتن، كلنا بنعمل كل ده ليه؟ عشان حاجه واحده بس، الجمهور لما يرجع للمدرجات نرى الجمهور بالحلاوه بتاعه زمان. طيب. وجهه نظر اعتقد ان بطريقه ما الظروف اللي احنا فيها، لما تيجي تتفرج على مباراه الاسماعيلي مثلا تشوف الجمهور بتاعهم عامل ايه مثلا عشان غزه، خلينا بس نبقى صراحه طبعا طبعا عشان غزه شوف الجمهور عمل ايه، شوف ماتش الاتحاد الجمهور عمل ايه، شوف ماتش المحله الجمهور عمل ايه. خلي بالك هي العمليه الزمالك البلديه الزمالك كل الشعبيه كل الانديه الشعبيه شوف الجمهور عمل ايه، اتفرج بكره جمهور النادي الاهلي يعمل ايه. فلما يكون في توحد في الامر بره في المدرجات مع وجود حاله عامه من الهدوء والسكينه تاني من الهدوء والسكينه واحترام المنافس داخل وخارج الملعب في ساعه الحكم يصفر انا هموت المنافس والمنافس عايز اكسب عايز اكسب هو عايز اكسب، انما اول ما الماتش يخلص اسلم عليه واهلا وسهلا بيك وحبايبي. ايوه ما هو مش ده اللي بيحصل حضرتك، مش ده اللي كنا بنعمله على طول، وده اللي كان بيحصل. حضرتك كنت تلعب ماتشات اهلي وزمالك كنت بتلعب كان ايه زمايلك واصحابك ولا اي حاجه ولا اي حاجه، وممكن نغيظ بعض في الملعب صح. ونطلع بره بنضحك مع بعض ونهرب، ده كان الطبيعي طالما الروح كويسه وفي ادب واحترام صحيح. اعتقد الامور هترجع لمسارها الطبيعي. انا لكل ما اتمناه ان نرى مثل هذه الامور على المدرجات بسرعه. الحاجه المهمه هي ان كل واحد لما يجي يتكلم عن الماتش بتاعه يتكلم على الاسباب الحقيقيه اللي خسر بيها بس مش اكتر. دي مش هقدر بقى هيفضل بقى الجمهور يعني عايز نظره مؤامره. خلي بالك انا واحد من الناس مثلا انا عمري او قليل لما هتكلم على سلبيات، ليه؟ لان انا دوري ان انا اتكلم على الايجابيات. يعني انا انت حضرتك شايف ان في سلبيات، حضرتك قول زي ما انتوا عايزين مفيش صحيح. مشكله. هو اللعيبه مش عارفه الكلام ده، هو كولر مش عارف الكلام ده، كل الناس عارفه، هل الاداره مش عارفه؟ مش هو ده اللي انا قصده، الايجابيات والسلبيات بتاعتك انت. انما ما تروحش للحته الثانيه زي ما الناس بتعمل. طول الوقت الحكام ضدنا، طول الوقت الحكام هي السبب يا سيدي. خلي الحكام انت هتخلق، ما تقولش الحكام ضدك عشان النادي الاخر بالظبط كده. لا مش بقول عليا انا، يعني انا بقول يا كابتن حضرتك انا مش معاك حتى مع اي انديه اخرى. ليه؟ لانه كل واحد من حقه يدافع عن ناديه كيفما يرى وكيفما يشاء. انا عندي نقطه بس اضافه صغيره، هو في قصه ان ايه لما اكسب ابقى انا فرقه قويه قوي، لما اخسر لازم يكون في سبب. هي دي بقى الاسباب، لازم هيكون في سبب عشان الخساره، بس الاسباب لازم تكون اسباب اداريه وفنيه وتكتيكيه وكل حاجه. ليه؟ ليه؟ ممكن تكون فنيه فقط يا سيدي. اي حاجه انا بقول لك، لا انا بقول لك هي مجموعه من الاسباب للفشل، انت هتنتقي منها اللي يناسب المباراه دي. ما تجيش
تجيب مشكلتك على اي حد، خاصه انا بتكلم عن النادي الاهلي. انا لما خسرت من اتحاد العاصمه جيت قلت ايه؟ الاهلي ما بيلعبش في اسماعيليه مش علشان ما هي دي الحاجات اللي بتخلي الامور فرعيه. لا هي دي الحاجات يا جماعه، هو ده شرح كلامك. لا انا قصدي والله العظيم قصدي حاجه مهمه جدا. قصدي ان على فكره اتكلم لما اتكلمت مع لما خسرت من اتحاد العاصمه جيت قلت مشكلتنا 1 2 3 4 مشكلتنا هنا، مشكلتنا احنا، انا ماليش دعوه بغيري. الحكم ظلمنا ايه يعني؟ الحكم ما حسبش بيلين، بس انت لو خدت الكره وحطيتها في الجول الحكم مش هيحسبها؟ لو حطيت بدل الجول سؤال هو ده عايز اوصله. الله يرحمه ياما قال دي، يعني ده شيء طبيعي. حضرتك سالت بخروج الناس اللي كانت او الشخص اللي كان بسبب احتقان ما بين الجمهور، هل الامور هترجع بطبيعتها؟ انا اجابتي ترجع بطبيعتها لو نفس المنهج ما استمرش. انما لو انا نفس المنهج استمر، ان الاهلي باخد افضل رعايه وانا ما باخدش ليه، ان اللي مش عارف انا بقول انا بشوف انت يعني وجهه نظري. ما هو انا مش محتاج اصلا، انا هو الاهلي بياخد رعايه ليه؟ لو انا جيت سالتك ما انا فاهم، انا فاهم انت عايز توصل لايه، ولكن انا نفسي كاسلام انا لن انظر لمثل هذه الامور. لا انت ما انت مش انا عارف يا خالد عايزها قاعده الجمهور. اتمنى لك انا اقدر مش هقدر تفهمها. اسلام انت بتتكلم دلوقتي عن الجمهور. طيب ما هو الجمهور ده التفاعلات بتاعته من المسؤولين بتوع النادي وبيشوف، يعني جمهور النادي الاهلي بيستقي اسلوبه وطريقته من اداره النادي الاهلي اكيد ومن تصريحات النادي الاهلي. انما على عكس حد تاني طيب. ما هو شايف التصريحات السيد الفاضل، وانت كنت قريب من هذا الجيل كابتن صالح سليم رحمه الله عليه، وكان معه كابتن حسن حمدي مشهوره. انا بقول لحضرتك اللي هو قال لهم فين بالك وانا بهوات يا بهوات. انا بقول لكم نص حوار اللي الحكم ما يعرفش يلغيها. ايوه قال لهم شي بقى يا عيني عليكم والتحكيم الافريقي وكذا. صحيح ده النادي الاهلي. كلام مهم جدا، ولكن هنرجع للمباراه مره اخرى. بما اننا هنرجع للمباراه مره اخرى، خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن مواجهه سويسريه برازيليه تحتضنها قاهره المعز. المدير الفني يا كابتن حشيش ايضا للفريق سيمبا، مدير فني برازيلي، بشوف ان له تصريحات يعني لطيفه جدا حتى خلال هذه الفتره، ودايما بيتكلم على انه يعني هيجي ياخد التاهل من النادي الاهلي. طبعا كل واحد له يعني هي مدارس نظر. مدارس في التصريحات وكده. في ناس بتحس يعني تحب ان هي ايه تدي دفعه للفرقه بتاعتها، ويعني بتصريحاته دي ممكن يخوف الفرقه الثانيه. عكس يعني ما كان بينيم بالظبط. هي زي ما بقول لك هي مدارس. هو واخد الخط ده ان ممكن التحفيز للفرقه بتاعته، ممكن يكون بيقول للنادي الاهلي بيدي رساله للعيبه وللجمهور ان انا احرزت في النادي الاهلي هدفين هناك في ملعبي، لا انا قادر ان انا كذا كذا، نوع من انواع التحفيز. وهي زي ما بقول لك هي مدارس يعني. طيب برضو خالد، المدير الفني البرازيلي له نكهة معينة وشكل معين، هل ده شفناه في المباراة الأولى وممكن نشوفه بكرة، ولا أنت من وجهة نظرك أنه هو حاول يعمل ده في الشوط الأولاني أنه يلعب لعب مفتوح؟ وإحنا اتفقنا أي حد يلعب قدام النادي الأهلي مفتوح بيلعب في عداد عمر المباراة، يعني هتلعب مفتوح قدام كولر هيتعبك وهيكون مؤذي بالنسبة لك. عشان كده حاول في الشوط الثاني، او الشوط الثاني انت حسيت انه الامور فيها تراجع كبير، هو الظروف مشيت معاه في ان سجل هدف بشكل اول الشوط مبكر، يعني بشكل مبكر اربك حساباتك انت. حتى كولر اتكلم عنها وقال ان احنا يعني احنا اللي تراجعنا، مش هو اللي اجبرنا على التراجع على لعبتنا، احنا اللي تراجعنا، وبالتالي هو استغل ده. اعتقد انه مش هيعمل ده بكره او النهارده بقى، خلينا نقول مش هيعمل ده النهارده. حتى هو في تصريحاته انا كنت مركز جدا في تصريحاته، هو على الهوا يعني قال مباراه الذهاب غير مباراه العوده في التعامل معاها. احنا بنتعامل مع النادي الاهلي وهو على ارض وسط جمهوره، وبالتالي النادي الاهلي هو طبيعي بيلعب بشكل هجومي. اللي حصل في مباراه الذهاب مش هيتكرر في مباراه العوده. طيب هل هو كمل هل هو بيعمل ده كتنييم؟ ما اعتقدش ان دي سياسته، هو راجل صريح بيطلع يقول الكلمتين. طيب بما اننا بنتكلم عن المدير الفني لسيمبا، خلينا نطلع نشوف ماذا قال في المؤتمر الصحفي ونرجع ناخد تعليقات من الكابتن احمد فوزي والاستاذ عصام شلتون. المباراة دي مباراة هامة جدا بالنسبة لنا، علينا ان احنا نستعد ليها بشكل جيد للغاية. المباراة دي هي فرصة ان احنا نظهر قدراتنا، وان احنا كمان ندي الفرصة لبعض اللاعبين الشباب ان هم يشاركوا وان هم يظهروا قدراتهم امام الجميع في مباراة بكرة ان شاء الله. بونسوار توس،
احنا مستعدين بشكل جيد جدا لمباراه بكره، عندنا ثقه كبيره في قدراتنا. يمكن المباراه اللي فاتت ما كانش عندنا حظ كبير ان احنا نكسب، ولكن التعادل برده كان نتيجه جيده بالنسبه لنا. احنا موجودين هنا مستعدين ان احنا نقدم افضل حاجه عندنا في مباراه بكره ان شاء الله. بالنسبة لمباراة بكرة، فأنا متأكد أنه إحنا بنحترم النادي الأهلي احترام كبير جدا جدا، خاصة معروف النادي الأهلي في أفريقيا. ولكن على الصعيد الآخر أنا متأكد أنه النادي الأهلي هيبدلنا نفس الاحترام، خاصة أن إحنا أظهرنا في المباراة الأخيرة اللي كانت على أرضنا مستوى جيد للغاية، والمستوى ده أكيد هيدفع الفريق الخصم أنه هو يحترمنا وأنه هو يقدرنا ويقدر قدراتنا. لو هتكلم على فريقي فلازم اذكر ان فريقي من ضمن 7 اقوى فرق في افريقيا، وهي الفرق المشاركه في البطوله دي. فبالتالي ده اكيد هيخلينا في استعدادنا للمباراه نضع في اولوياتنا اشياء كتير احتراما للنادي الاهلي، وهم هيعملوا الشيء نفسه. We have your strategy, okay? مباراة بكرة زي أي مباراة أنا مش أحب أو أفضل أن أنا أتكلم عليها قبل المباراة. أنا هقدم كل حاجة عندي وعند لاعبين وعند فرقتي خلال 90 دقيقة، وهو ده اللي انتوا هتشوفوه أثناء المباراة إن شاء الله. بالنسبة للمباراة الماضية أنا شايف أن أنا كنت إيجابي للغاية في الماتش اللي فات، وأتمنى أن أنا أكرر ده في مباراة بكرة، خاصة الشوط الثاني من الماتش اللي فات. الشوط الثاني من الماتش اللي فات ظهرت قدرات لعبتي وظهرت حاجات جيدة جدا، هكون حريص أن أنا أكررها في مباراة بكرة بإذن الله. فوزي أسمع تعليقك برضو على الكلام. أكيد مدرب زي ما قال الكابتن حشيش هو بيرمي ضغوط على لعيبة النادي الأهلي، بيرمي ضغوط على جمهور النادي الأهلي. أوكي. عايز يحرر لعيبته من الضغوط، بدليل إنه هو قال أنا هلعب لعب العادي، صحيح مش نفس الطريقة بس أنا هحترم النادي الأهلي، والنادي الأهلي مجبر إنه يحترمني لأن أنا من الثمان فرق الكبار في أفريقيا، وده حقيقي. فأعتقد الراجل بيرمي ضغوط على لعيبة النادي الأهلي وبيشيل الضغوط من عليه، إنما أعتقد إنه لو لعب بنفس طريقة المباراة الأولى بالجيم المفتوح اللي كان عامله ده، وإنه عايز يبتدي كرة من تحت ويلعب لعب مفتوح، اعتقد يبقى بيقتل نفسه كرويا، خاصه ان مستر كورة عنده القدره انه يضغط ضغط عالي من فوق ويعمل بريس بضغط ثنائي وثلاثي ورباعي في منطقه الكوره مع الترحيل، فدي حاجه مهمه جدا. اعتقد انه مش هيعمل كده، وهيبتدي قبل من نص ملعبه ويلعب كره طوليه على الاطراف، لانه عنده طرف اليمين بتاعه كويس جدا، الطرف الشمال لعيب كويس وسريع. فاعتقد هو هيبتدي يحجم اللعب في نص الملعب، ولما يقطع يعمل المرتدات في ظهر باكين النادي الاهلي، خصوصا مع وجود علي معلول. فاعتقد هو هيعمل كده بكره، عشان كده هو قال انا مش هلعب بنفس الاسلوب بتاع المباراه الاولانيه، واعتقد ان ده اللي هيحصل بكره. عشان كده النادي الاهلي لازم من اول المباراه ينزل يضغط عليه ضغط عالي من فوق، واعتقد لو قدرنا نعمل كده في اول المباراه وجبنا هدف واثنين المباراه هتتسهل اول النادي الاهلي. استاذ عصام، يعني هسمع رايك في هذا الامر، وعايز اعرف هل وجود رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الافريقي وارسن فينجر يعني اسماء كبيره جدا، هل ده كان بيضيف للمباراه الاولى حاجه مش هنلاقيها في المباراه الثانيه؟ وجهه نظرك يعني. بيضيف في الاحتفاليه يعني، لكن اللعيبه في التراث ده أيوة. سيبك من الاونطه بتاعت اصل انخضوا وانزعجوا، ده بالعكس ربما تبقى عندهم حد منهم هم اكتر من لعيبه الاهلي لمسه انه عايز يبين حته كده زياده، انه انفنتينو قال لك شفت الواد نمره 7 كان كويس. برضو كلنا بشر، الكره هي من حارتنا وحارتكم لغايه المان يونايتد يعني. لازم تلاقي فيها الاحراج دي يعني. وبالتالي الراجل ده جاي هنا يلعب زول ديفنس، هجمه مرتده، هيلعب بطريقه النادي الاسماعيلي. انا بقول لحضرتك هيلعب زي النادي الاسماعيلي، عنده طرفين كويسين. لما بيواجه يعني فرق تقيله او النادي الاهلي مش في اسماعيليه اللي هي، ودي مش حاجه غلط، فرقه تيم كبير عارف بيعمل ايه، عنده بعض المهارات اللي يعرف يستغلها وانت بتهاجمه وتقفل كويس. ويقفل كويس. بتكلم عن سيمبا تمام بالظبط، لانه مش هيهاجم ولا يغامر، لا هو مش عايز جون يجي بدري يهدله بس. اي استراتيجي هو قايله للعيبه، ما هو الراجل ده مش مساحه هوا، وبالتالي ما هواش الله يعني. اكيد عنده كلام مع التيم بتاعه طبعا. الكلام ده هو مش مطالب يقوله، وان كنت اشعر ان الترجمه فيها بعض الحاجات حكايات احترمني واحترمه، دي هو مجبر، هو يقصد يعني فريقين كبار يعني وكذا يعني. وبالتالي عشان يبقى كلام كوره بس صحيح. وبالتالي هنا اكيد بقى اذا عبد الله قراه كولر مش هيقراه، الراجل ازاي هيلعب. وان كان بدايات المباراه بتبين الراجل بياخد له 10 ل 15 دقيقه بس، مش جلسه النبض والنبي بتاعت زمان دي اللي هو كل واحد فيهم وهو بيرص الشطرنج هيعرف الدنيا ماشيه ازاي. الى ان ياتي شوط المدربين وهو الشوط الثاني، بس هو هيقفل كل المغامرات، هو عايز يطلع مش بافضل المكاسب. انا بقول لحضرتك مبدئيا باقل الخسائر، الا لو الاهلي سمح له بمكاسب بقى يبقى جبرت يعني، هو ده تفكيره من وجهه نظر يعني. طيب خلينا نطلع نشوف ايضا تصريحات انفنتينو
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وماذا قال عن النادي الأهلي، ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى. وده طبعا كان من خلال تصريحاته على الصفحة الرسمية للنادي الأهلي خلال المركز الإعلامي. كابتن حشيش، كيفية إدارة المباراة بكرة زي ما الراجل قال المدير الفني لنادي سيمبا التنزاني، المدير الفني البرازيلي اتكلم عن انه مباراة هناك غير هنا. بس استاذ عصام قالك من الاخر هو هيجي يقف ويلعب على هجمات المنتخب. لا مش منهم بقى، لا شويه الخبره هو ده مش معندوش انه يعمل غير كده يعني. هو فعلا كلامك صح، مش كمال فرق هو الراجل. طبعا استاذ عصام اللي استنتج هذا، مش كمال فرق اللي هي يعني ما عندهاش غير كده بذكاء الموقف. هو استاذ عصام الكلام في التصريحات حاجه والملعب حاجه تانية، ودماغه في الملعب هتبقى حاجه تانية. هو جاي طبعا يعني المباراه اللي هناك غير اللي هنا، المباراه اللي هناك 2-2، هو جاي هنا مش عايز النادي الاهلي يحرز اي اهداف، فبالتالي هيقفل الملعب كويس قوي قوي على النادي الاهلي في وسط جمهوره، وخايف من هدف مبكر يبوظ له الدنيا خالص، يكسب وقت الاكتر وقت ممكن من المباراه على امل ان ممكن يخطف حاجه مرتده يبقى خرج بالماتش. هو ده يعني خلاصه التفكير بتاعه. اي حد بيلعب قدام النادي الاهلي بعد النتيجه دي وبيلعب هنا لازم يفكر التفكير ده. صحيح. لازم اقفل كويس قوي على النادي الاهلي. وصل في ملعبه زي ما قلنا اكتر من مره وفرص ضايعه في الشوط الاولاني والتاني، بالتالي على ارضك انت هتضغط من 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 زي ما احمد قال من قدام ضغط عالي. صحيح. وممكن تستغل اخطائهم، ممكن تخطف جون في التاني يخلص المباراه، يبقى المباراه بالنسبه له تأدية واجب. فهو عايز يقفل كويس قوي، يمر بالمباراه لاكثر وقت ممكن على احتمال على غلطه يعني لا يقدر الله يعني، وجهد رجالتنا. ايوه ايوه جون يعني احنا بنتكلم هو هيلعب على دي يعني. صحيح. استاذ خالد، في هذا الامر في اتجاهين او في مدرستين. في مدرسه تقول لك بالعكس ماتش هناك يبقى اسهل لان هو فاتح وعايز يجيب فيه الجون فانت جبت، الماتش هنا هيبقى تكتل هيبقوا واقفين. هيبقوا واقفين بس التركيز هيبقى اعلى. تركيزي انا هيبقى اعلى. اولا خوفا من المفاجات. انا في الماتش اللي هناك زي ما قلت لحضرتك هو نفس السيناريو تقريبا بس بشكل مختلف شويه. هنا يعني تقصد؟ لا الماتش اللي فات بماتش اتحاد العاصمه الجزائر. اللي انت الشوط الاولاني اللي هو انت قعدت بتضيع على جزئيه ان انا هجيب. بعد ما رجعت من اتحاد العاصمه الاهلي اكتسح الكل. خمسات و ثلاثات ثلاثات واربعات. ليه؟ الخمسات بتيجي في مباريات معينه. ستات ستات. طيب كمل يا استاذ خالد اتفضل. لا خلينا نتكلم على سيبك. فالحكايه كلها في انه اللعيبه لما بيحصل حاجه زي كده لا بنتظر رد فعل مختلف. اوكي. شايف ان الاهلي عنده اليات فنيه تقدر تخليه مركز قدام. وانا شايف برضو اللي حصل في الماتش الذهاب هو انعدام، مش انعدام تركيز، انما جزئيه انك تدور على المنظر الجمالي. ده مش هيبقى موجود بكره. اوكي. او النهارده بقى خلاص. ده مش هيبقى موجود. عندي الاليات، عندي بقى لو سواء رضا سليم لعب او حسين الشحات ناحيه الشمال او بيرسي تاو هو اللعب مودست او كهرباء ايا كان. انا شايف ان التركيز هيبقى اعلى. الاهداف وجهه نظري ان الماتش يخلص في الاول. طيب فوزي ميكيسوني الشوط او المباراه الاولى. نعم المباراه الاولى لم يكن يعني او ما كانش في المستوى. هل من الممكن ان يبدا به ولا هيبدا كما انتهى في الشوط الثاني؟ لان هو انا بتكلم على المدرب البرازيلي. اعتقد ان مش هيبتدي بميكسوني، خاصه يعني ميكسوني عايز مساحات، مش 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 لعيب اللي هيبقى كومباكت. هو هيدافع في الاول، هو هينزل الاول هيدافع، هيلعب نص ملعب ممكن يخليه معاه، ما هيخليه معاه ورا رابحه. هيحتاجه مثلا لو الماتش لسه 0-0 ينزله في المساحات اللي هتبقى موجوده الشوط الثاني، بحيث ان هو يبقى في ممكن يخطف جون ولا حاجه. انما هيبتدي بيه ما اعتقدش خالص انه هيبتدي بيه، لان ميكسوني دريبلر كويس، عايز مساحات عشان يلعب فيه. نعم هو لعيب اساسي بالنسبه له. اوكي. بس مش على طول بيطلعه الشوط. هو توقع منه قدام النادي الاهلي انه يكسر الدنيا، عشان يكسر الدنيا فرقته اللي قبل كده يعني اللي طار يعني. بالظبط كده. هو كان متحمس زياده عن اللزوم، خرجته عن اللعب. خلي بالك هو قبل المباراه اتكلم يعني
حقه يعني مش قصدي حاجه، ولكن هو تصرف ده هو كان محمد البنك المركزي لسيمبا هو والله متحمس، لا كان متحمس زياده على لزوم اثر على ممكن يبدا على عارف سر القاهره والجمهور اكيد اتعود على الضغط ده يعني هو وجهه نظر برضه. بس انا بقول ان هو بكره ما اعتقدش انه هيبتدي بيه، بس خلي بالك هو نهى كويس بالنسبه له. ايوه طبعا اغلب اللي لعبهم بدلاء لا اعتقد انه كلهم يبداوا، ممكن يبدا منهم اثنين واحد اغلب اللي في الشوط الثاني يعني بدلاء كان بيسد بيهم عجز الضغط البدني واستعمل الطول بقى في الحاجات بتاعت زمان. هو برده على حسب هو تفكيره زي ما قلنا هيلعب ازاي يعني ممكن اختياراته في اللعيبه هتبقى نفس في الشوط الاولاني هتبقى ألعب الديفندرات اكتر والتقفيل اكتر، والشوط الثاني ممكن نزل بقى السرعات ممكن يلعب 4-3-3 نلعب 4-3-3 وممكن يرجع بعد كده يلعب في الاخر 4-2-3-1 لو دخل فيه جول ممكن يلعب 3-4-3 في الاول ويرجع يغير ل 3-5 على حسب محدش احمد بيلعب بطريقه واحده على حسب الميزه في ان وانا حتى وهو خالد بيتكلم يقول لك يعني لو لاعب كهربا او بودست لو لاعب افشه او رضا سليم او لاعب مش عارف ما شاء الله يعني يعني دي ميزه اعتقد ان تبقى عندك فريق انت نفسك لو قلت لك قول تشكيل ممكن حضرتك تقول تشكيل فوزي يقول تشكيل ثاني وانا اقول تشكيل ثالث وكل واحد فينا يقول تشكيل مش يعني نمسك الازاز لا خشب تحت تمام هايكو زمان كان في اعلان كده واحنا كده انا وانت وكابتن حشيش كان هاي كواليتي يا فندم حاجه كده منتج ما لا انا اصغر منكم انا بقول لك دخلك معانا هو كده هتظلمه يا وسط هاي كواليتي هتظلمه انا عامل وقت مطلعك من القايمه قلت انا وكابتن حشيش اللي هو زي بعض عفريت زي الرجل استكمل للنادي الاهلي في ظل نجاحات الاداره في تحقيق مكاسب يمكنها بها شراء عقود اغلى شويه من اللي كان الاهلي بيعمله مع المحافظه على انه ده بيبقى ريت واحد للفئه اولى ثانيه ثالثه بنظام النادي الاهلي، وبالتالي لما يلعب 31 لاعب ياخد بيهم 5 بطولات يبقى هو خلاص حافظ الشغلانه في النادي الاهلي استراتيجيته ان الدقيقه زي 90 ودي قالها اكثر من مره في نهايه الموسم الماضي وانا عرفت ده يعني انه لعيبه كتير قوي من نظام اللي زعلان وكذا هو حتى قال كده زي ما في تصريحه بعد الماتش بتاع سيمبا قال ان انا عندي 32 لعيب وانا ما عنديش في الفرقه اساسي واحتياطي انا بقول لحضرتك وانا بؤمن بالروتيشن عنده ميزه اهم امبارح كمان امبارح انا اتفضل عنده ميزه اهم ان انتوا بقى كلاعيب الكره تعرفوها اكتر مننا وعشتوها اما بيقلب عليك ما بيرمكش بره الشارع خالص بتفضل ودي مهمه قوي في لانه قال لك حاجتين هتلعب يبقى بعقلك وقدمك هي اللياقه وانك تبقى مستوعب وتدريبك بص يا كابتن اسلام في الذكاء في التعامل حتى في المؤتمر الصحفي احد الزملاء ساله سؤال كويس جدا قال له في المباراه الاولانيه كان غاب عندك 4 اعمده رئيسيه فهو رد عليه قال له اعمده رئيسيه دي مصطلح حضرتك مش مصطلحي انا انا ما عنديش حاجه اسمها اعمده رئيسيه واعمده احتياطيه انا عندي كل الفرقه زي بعضها هو بيتكلم كده كولر اللي يسمع كلامه ده يتقال عليه يعني اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك اصدقك برضه يعني هي ما استعجبش لا خالص لانه هو راجل بيتكلم اللي على ارض الواقع حضرتك بتشوفه على فكره ما هو انت حضراتنا احنا بقالنا ساعه ونص بنناقش ما قال ايوه صح حضراتكم بتقولوا ده حتى الانتقادات مش حقيقيه هو بيقول نقطه ايجابيه معلش يا خالد اللعيبه كتير ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم لا حسد الفرايتي في نوعيه اللعيبه بقى اللي هو ايه اختلاف. انا عندي انا عندي رضا سليم تنوع عندي التنوع اكتب تحت اكتب تحت بس الدكتور برضه فلازم يديك الموضوع ده بس انا قصدي مثلا رضا سليم بياخد الخط ويجري عشان يعمل كروسات او بيصلح الراجل اللي تحت عشان يحط ابو حسين الشحاب بيلعب ناحيه شمال برده لو هو موجود بيقطع لجوه عشان يشوط تعال نبص الناحيه الثانيه بيرستاو عنده انه يخش جوه ويشوط او يطلع ويعمل لو موجود قفشه بيعمل نفس الكلام ممكن يلعب بقفشه تحت راس حرب يعني. بالظبط هو مش قصه انه عنده كميه لعيبه ممكن كميه لعيبه بتادي نفس الادوار ولكن هو كانوا موجودين قبل كده برده ان هو عنده ايه عنده ازاي
اولف التشكيله على حسب اللي انا عايزه. اللي انا عايزه كهربا، انا مش عايزه سترايكر اساسي، انا بكهربا باخده اطلع بيه من بره ال18 عشان اللي يجي الطرفين يخشوا في ظهره، او لو موديست اللي موجود انا بوصل ناس كتير عشان تعمل كروسات عشان موديست يكمل والهاف العكسي. فان انت تكون التوليفه دي وتقدر توصل بيها للي انت عايزه، ده نجاح تاني خالص بقى، بعيد بقى عن ان هو جاب اللعيبه دي كلها. هي الشريحه ازاي الشريحه اللي جاي هو اصلا ده نجاحه اصلا ازاي دخل ده كله في بطاقه واحده وتطلع منها اللعيبه. نجاحه مش هو اللي جاب اللعيبه دي كلها، نجاحه اصلا ان هو جه رفض ان هو جه انه جه على القوام ده وضاف عليه. لو عديت اللي هو يعني مروان عطيه، من ساعه مروان عطيه مروان وامام ورضا وخالد عبد الفتاح وموديست ورضا سليم. لو في حته خالد كمان بقى، هو كمان الحاجات اللي عملها في اللعيبه اللي كانت موجوده قبل كده لسه تطوير الاداء، اضاف للاعبين واضاف لاعبين بالظبط كده، اضاف للاعبين دي مهمه قوي طبعًا. ان المدرب الكويس يعني هو اللي بيطور من اداء اللعيب يعني في الحته المناسبه. صحيح. لما تيجي تتكلم عن حسين الشحات ما قبل وما بعد، يعني دايما الناس حتى الاهلاويه احنا كاهلاويه يقول ما قبل وما بعد، الناس كانت عايزه تخصم صراحه شديده، ده غير مركزه اصلا برساو وديانج برساو لا ده ديانج بقى حاجه ثانيه يا جماعه، علي معلول بالظبط كده، بالظبط كل الناس حتى كريم فؤاد قبل ما يتصاب. ايوه هي الفرايتي اللي كنا بنتكلم عنها، الفرايتي اللي هو التنوع اللي كان بيتكلم عنه. انا اسف يا استاذ خالد، محسوبه كنيسه بيها معلش. طيب عشان بس اشكركم شكرا جزيلا، استمتعت جدا، اشكركم كابتن حشيش، اشكركم استاذ خالد، اشكركم كابتن فوزي، اشكركم عصام، انا بشكركم شكرا جزيلا. وكالعاده الحقيقه استمتعت بكلام مهم جدا جدا، واكيد جمهور النادي الاهلي استمتع بهذه الدائره المستديره الحقيقه، وهذا الكلام الفني الرائع، وان شاء الله تبقى بدايه جيده لما هو قادم. انا اتمنى، انا كل اللي بعمله وكل اللي احنا بنقوله ان انا نفسي اتمنى ان انا ارى مباراه اهلي وزمالك ب 100,000 في استاد القاهره، لو كان يا ساعه 100,000 وحاجه و70 على السلام، لو قاعدين مع بعض كمان بقى الاستاد ساعته الاصليه 100,000 بعد الاصلاحات وحرصا على الناس، ولو انها بدات تنتهي 67,000 لكنه بيتحمل لغايه 85,000. يعني اتمنى ان انا اشوف ال 85,000 بكره. كابتن كنت بتقول لي انت قبل الحلقه السيارات التبرع بالدم وكذا، وبعدين احنا قعدنا مصر والجزائر كانوا قاعدين مع بعض. صحيح. يبقى احنا مصريين مع يعني بعض، يعني خلينا الاول نشوف البداية. منظر البداية وبعد كده نشوف اللي بيعمل. زي ما الاستاذ عصام قال، بكره 6 سيارات للتبرع بالدم لاشقائنا واخواتنا في فلسطين بناء على طلب النادي الاهلي وموافقه وزاره الصحه، هتكون موجوده بكره امام استاد القاهره ما قبل المباراه او ما بعدها، يعني هي موجوده من الصبح. واي حد حضراتكم هو رايح لازم نبقى عارفين كلنا ان احنا اخواتنا اللي موجودين واشقائنا اللي موجودين في فلسطين يحتاجوا لكل نقطه دم. كل الدعم. الواحد لو يقدر يتبرع مره طبعا هو ما ينفعش تبرع غير مره واحده، يعني هي مره ولازم تستنى شهر او 3 شهور على ما توصل. ثلاث شهور دكتور اهو طبيا كده يقول لنا فهي يعني ان شاء الله كل اللي داخل ان شاء الله يتبرع بالدم لاخواتنا واشقائنا في فلسطين. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وان شاء الله ما تنسوش بكره المباراه الساعه 5، الساعه 3 هيكون مع حضراتكم النجم الكبير كابتن ايمن شوقي في الاستوديو التحليلي لما قبل المباراه وكل الكواليس الخاصه بمباراه الاهلي وسيمبا. وزي ما حضراتكم عارفين بيبقى عندنا كواليس خاصه فقط بقناه النادي الاهلي، مش هتشوفوها هنا ولا هنا ولا هنا، هتشوفوها فقط على شاشه قناه النادي الاهلي. وعندنا بكره شكل جديد كده في الاستوديو التحليلي، ان شاء الله نشوف حضراتكم بكره وتبقوا متابعين لقناه النادي الاهلي من الساعه 3 عصرا ما قبل المباراه ساعتين. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.